تقرير بقلم بهاء حبيب، بشكره جدا، ومريم المعظمي وليد بشكرهم شكرا جزيلا على التقرير. يمكن واحنا بنتكلم مع معالي الوزير دكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم بنقول انه في قلب العاصفه او على الخط الاول من خطوط النار او ضرب النار، هدف اساسي من اهداف جماعه الاخوان، لانه طبعا بيقوم بعمل لم يقدم عليه اي وزير على مدى اكتر من 30 عاما، مش بنقول بعد ثوره 25 يناير او 30 يونيو فقط، وهو هدوءه عاصف وصمته صاخب وعمله عارفينه، والتحديات اللي بيواجهها غير عاديه. واهم حاجه كل الناس اللي قاعدين في البيوت دلوقتي بيتابعوا هذا الحوار، الدراسه هتبدا امتى وهتبدا ولا لا، والمقررات هي هي ولا لا، الناس مش مشغوله بالمستقبل كمان، هو مشغول بده جدا وهنساله وهنتحاور معاه، لكن مشغول كمان بالمستقبل وصوره المستقبل والسنه الجايه ايه اللي هيتغير، وهيتغير كتير. معالي الوزير اهلا بحضرتك ومنورنا، وربنا يوفقك في مهمتك الصعبه. الله يخليك يا فندم، متشكر جدا. اهلا بحضرتك معاليك. طبعا الاخوان دلوقتي مركزين مع معاليك اكتر شويه، باعتبار ان حضرتك قمت بعمليه في لضبط التعليم، مش عايز اقول لا تطوير ولا تطهير، اقول لضبط التعليم في مصر. والله هو ده الحمد لله اللي احنا بدانا بيه، لكن احنا برضو زي ما حضرتك قلت بنتكلم على المستقبل، وعاملين خطه استراتيجيه من 14 ل 30. من سنة 14 لسنة 30. متقسمة على ثلاث مراحل، 14 17 17 22 22 30. طب تأذن لي نأجل الخطة يعني عشان تبقى البسمة في آخر الحوار، بس بنبدأ. يمكن كل الدنيا دلوقتي بتقول مدارس الإخوان هل كلها صفيت بالفعل اللي أصبحت مدارس 30 يونيو؟ احنا كان ولا لسه في؟ احنا 87 مدرسة تم التحفظ عليهم، مدرستين قدموا التماسات وفعلا طلع ان عندهم حق، طلعوا، ففي فاضل 85 مدرسه تم التحفظ على حساباتها، بنصرف المرتبات ومصاريف التشغيل عن طريق توقيع من الممثل القانوني للمدرسه مع مندوب مالي مع مراجع حسابات. طب الدراسه فيها مستقره المدارس جدا، ما فيش فيها اي ازمات؟ المدارس الدوليه كمنها اشتغلت فهي مستقره، المدارس الناشونال يعني اللي هي اللي بتشتغل بالمناهج المصريه هتبدا ان شاء الله يوم 8/3 مع كل مدارس مصر ان شاء الله. 8/3 ده خلاص موعد نهائي ومفيش اي كلام في انه ممكن، مفيش اي قلق، وكل حاجه كل الاحتياطات، غرفه العمليات شغاله 24 ساعه، لجنه اداره الازمات بعد بكره هتجتمع، تامين من امن الوزاره، من وزاره الداخليه، من وزاره الدفاع في بعض المناطق زي شمال سيناء، كله يتوحد. يعني كلام نهائي، الدراسة 8/3 للترم الثاني أو الجزء الثاني من العام الدراسي، كلام نهائي، مش خاضع أي إشاعات بقى أو أي حد يقول أي كلام ما تصدقهوش أو ما تسمعهوش، ده نهائي إن شاء الله. وبالنسبة للمناهج بقى الناس عايزة تطمن يعني. هو عايز أقول لحضرتك إن إحنا المناهج اللي موجودة حاليا بتدرس دي مش المناهج اللي أنا عملتها، الدراسات اللي إحنا عملناها علشان التطوير اللي إحنا بنعمله وتجهيزنا للعام الدراسي الجديد، لقينا ان في 30% حشو وتكرار موجودين في المناهج الحاليه. انا ما لحقتش غير كتابين اللي كانوا متاخونين قوي يعني، هم دول، واحد كان طبع وتوزع سحبناه. ده دون داعي لذكر اسماء، الكتاب ايه وكتاب ايه؟ لا، اولى ثانوي وثالثه ثانوي، تربيه قوميه. تربيه قوميه الاثنين، تربيه قوميه. وواحد كان لسه على سي دي وكان رايح الطباعه ولحقناه، هم دول اللي انا لحقتهم بس، لكن بقيه الكتب كانت اتطبعت وكان مشغله، والتاليف وما كانش ينفع، احنا جايين يعني في النص الثاني من شهر 7، فما كانش يلحق نعمل كتب جديده واحنا داخلين عام دراسي يعني. يعني كان معمول فيها يعني مساله الاخوانه بمنهج يعني. طبعا يعني مش طبعا. مش مجرد سطرين او حاجه زي لا 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 لا، كتب كامله يعني، في بعض، في كتاب منهم كان عليه علامه رابعه على غلاف الكتاب نفسه. والاساتذه اللي شاركوا في عمليات الاخوانه للكتب دي موجودين بقى، هيشاركوا بعد كده ولا خلاص؟ لا لا، ما ينفعش، دول في النيابه. يعني كلهم انتهت كله المسألة. تحول، احنا محولين اكتر من 60 حاله للنائب العام والنيابه الاداريه. مدرسين او اساتذه؟ مؤلفين، مدرسين، عاملين اخطاء. يمكن معالي الوزير، التاجيل المتكرر للدراسه هل كان سببه الحاله الصحيه ولا كان في ازمات اخرى بتسبب التأجيل؟ الأمن مثلا زي ما بعض والله يعني الـ القرار بتاع مجلس الوزراء كان واضح وصريح إن هو الأمن،
طبعا احنا استفدنا حاجة تانية بقى، ان يعني لو كان في احتمال ان الانفلونزا تنتشر فاحنا استفدنا بيها يعني، لكن الانفلونزا الموسمية خلاص هي انتهت مع 1/3. هي ما بنقولش الخنازير، بنقول الانفلونزا الموسمية H1N1. فهي الموسمية دي يعني حسب خطرها انتهى، خطرها انتهى، وكمان درجات الحرارة شايف حضرتك ارتفعت. طبعا. فخلاص يعني احتمالات ان طبعا وزارة الصحة واقفة معانا وكانت بتساعدنا، ورحنا المدارس الدولية وعملنا لجان وتوعية واديناهم بروشورات، وفي بعض الحالات كشفوا عليها، ويمكن في كل المدارس الدولية ما ظهرش غير حالتين بس، 4 حالات، حالتين في مدرسة وحالتين في مدرسة فقط. فقط ده في الفترة اللي فاتت دي قبل 1/3. هناك اجتهادات بتتردد عبر الصحف، بعض كتاب المقالات او خبراء التعليم بيقولوا ان هيتم الغاء الاجازه يوم السبت في الجزء الثاني من العام الدراسي، الكلام ده صحيح؟ لا يا فندم، هنقول لحضرتك ما احنا عملنا ايه؟ يعني لو اي طالب يقدر يخش على صفحه موقع الوزاره هيشوف الاجزاء اللي اتحذفت من المناهج، وبقيه الاجزاء متوزعه على الاسابيع اللي فاضله من الفصل الدراسي الثاني. 8 اسابيع بس تقريبا. 9 اسابيع بالظبط. 9 اسابيع. فده كله معمول، احنا شلنا بقى، استفدنا ان احنا ما احنا اوريدي عمالين شغالين وبنطور وبنجهز مناهج جديده، وعندنا الدراسات بتاعه الحشو والتكرار، فجت الفرصه ان لما اتزنقنا في الوقت كده رحنا شايلين الحشو والتكرار. والحشو والتكرار بمقدار التلت تقريبا؟ بس ده رقم مفزع. ليه؟ لان كان زمان لما يجوا يطوروا اعدادي يقوم ياخدوا من ثانوي وينزلوه اعدادي وينسوا يشيلوه من ثانوي. من المناهج اللي في ثانوي تنزل الجزء اللي في اعدادي وينسوا شروع بقى من ثانوي، فبناء عليه يدرسوا في اعدادي ويدرسوا في ثانوي. يعني معنى كده اللي هيستفيد في المره دي طلبه ثانوي اكتر. احنا لو بنتكلم على السنه الجايه ولا بنتكلم على السنه دي؟ لا السنه دي كله هيستفيد. لا احنا السنه الجايه والسنين اللي جايه هنتكلم فيها كتير. لكن برضو ما كانوا يجي يطوروا ابتدائي كانوا ياخدوا من اعدادي وينزلوا ابتدائي. وبرضه ينسوا. وبعدين الكتاب كان برضه علشان يبقى كبير وكويس كده وحلو، فكانوا يقعدوا يحشوا كتير يعني ويكرروا ويعيدوا. وده كان بيبقى السبب في ان الكتب الخارجيه هي اللي الطلبه بيعتمدوا عليها بشكل اساسي. ده صحيح. وطبعا مخلوق سوق للاستثمار والثراء الفاحش كمان يعني. عندنا حروب كتيره يعني من كل الجهات. لا حضرتك مش جابها من كل الاتجاهات طبعا. ده انا على وش الجبهه. طبعا يعني. وبعدين انت حضرتك كمان في ايديك مفتاح اننا نتنقل نقله تانية، مصر تتنقل نقله ان شاء الله تانية. انا عايز اقول لحضرتك لو في انجاز يبقى ان احنا عندنا 4.2 مليون طالب في اولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي في 6 شهور اللي فاتوا دول يقرؤون ويكتبون بالتشكيل. يعني جودة التعليم وصلت الى هذا الحد في الشهور دي؟ وان شاء الله مع الفصل الدراسي الثاني هنخش على 4 و5 و6. ده كل المدارس حكومية وخاصة؟ كل المدارس الخاصة احنا يعني كمنها بتدار اصحابها، لكن احنا هنبتدي نبص ازاي يعني نعمل عليها كنترول ونشوف ادائهم عامل ازاي. لكن انا بكلم حضرتك على المدارس الحكومية التابعة للوزارة مباشرة، 4.2 مليون طالب، وبطلب من كل الناس يروحوا ويشوفوا زلقوا في يعني حاجة من اللي انا بقولها غلط في 19151 ده مكتب الشكاوي بلغونا 19151 وهننزلها مكتب الشكاوي في وزاره التربيه والتعليم. وعايز اقول ان مفيش كفاءه 100%، يعني ممكن نلاقي طالب، نلاقي 2 طلبه، نلاقي 3 طلبه لان مستواهم اقل، لكن مفيش كفاءه 100%. لكن انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا 4.2 مليون طالب في ال6 شهور دول في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي على مستوى الجمهوريه كلها يقرؤون ويكتبون. ده كويس، لان كان في ناس بتوصل ل5 و6 ابتدائي وما تعرفش تقرا تكتب. ولغايه ثانوي كمان. وثانوي كمان؟ في ناس يعني في ثانوي ما تعرفش تكتب اسمها. يعني مش عايز الاستاذ هاني بدر الدين بيقول لي والجامعه طبعا دي تبقى كارثه يعني في الجامعه. مالناش دعوه بالجامعه دلوقتي. مالناش دعوه بالجامعه. بعض اولياء الامور اللي ترددوا على المدارس عشان يسالوا على الحشو اللي تم نزعه من الجزء الثاني في الدراسه، فالمدارس قالت لهم لا تذاكروهم لان هيجي فيهم امتحان. لا يا فندم. لو حصل ده بقى يا فندم. لا احنا باعتين منشور لكل الناس ومنبهين. وهنتابع وعندنا تفتيش هيفتش. يعني لان احيانا بنفاجئ ان الطلبه بيبص يلاقي حاجه جت من المحذوف وتحصل بقى عمليات انهيارات وخاصه الثانويه العامه. لا ما تقلقش على الثانويه العامه ان شاء الله. يعني حضرتك الثانويه العامه السنه دي بص هقول لحضرتك على حاجه، هو التعليم في مصر لا مركزي ما عدا الثانويه العامه.
يعني ايوه المرحله الوحيده يعني المركزيه. ايوه مركزيه. الامتحان بيطلع من الوزاره، بتعمل في الوزاره، بتوزع الجمهوريه كلها. فدول ناس يعني عظماء يعني، بجتمع معاهم ونتفاهم، وان شاء الله هتبقى الامتحانات في الاجزاء اللي يدرسوها ان شاء الله. يعني يمكن الاكثر توترا بيبقوا الشهاده الابتدائيه، الشهاده الاعداديه، الثانويه العامه. يعني دول اللي بيبقوا محتاجين من الابتدائيه برضو محافظات، كل محافظه بتعمل الامتحان بتاعها هي والاعداديه، ولكن هي الثانويه العامه اللي هي على مستوى المركز. على المستوى المركزي طبعا انا اشعر من بعض الطلاب ولادنا يعني القريبين متفائلين جدا وسعداء يعني بالتصريحات بتاعت حضرتك، لكن الخوف ان ممكن يطلع لنا حد يعمل حاجه زي ما اخوينا اربع كتب كده يعملوا اي ماده ولا حاجه تعمل ازمه، ودي بتتكرر على فكره حتى من قبل 25 يناير. طبعا هي بص هي بتعتمد على اداء الناس، وزي حضرتك ما قلنا ان احنا ما عندناش يعني عمرنا ما هنلاقي الناس ملائكه كلهم ولا الناس شياطين كلهم، لا هيبقى في كفاءات، بس احنا متابعين مع الناس. مديري المديريات دلوقتي على مستوى الجمهوريه على اعلى مستوى، اختيارهم الحمد لله يعني توفقت فيه. هو حصل فيه تغييرات في طبعاً مدير المديريات؟ صحتك بتعمل حاجات كتير جدا الناس ما بتحسش بيها غير على الارض، يعني بنشوفها على الارض بس. لا انا لفيت 21 محافظه ولسه فاضل لي ست محافظات وبخلصت الجمهوريه كلها. يعني حضرتك لفيت فعلا 21 محافظه في مصر؟ انا لفيت في 48 ساعه ست محافظات لما كنت بوزع التابلت. لا التابلت ده حكايه بقى تانية كمان يعني طبعا يعني. طب الادبي والعلمي ايهما سيظلم اكثر في الثانويه العامه؟ ودي اسئله بتاعت الناس. لا لا بص انا اقول لحضرتك على حاجه، انا كاستاذ جامعه يعني عارف وبحط امتحانات وبشتغل، ما فيش حاجه اسمها امتحان سهل وامتحان صعب. في امتحان في المقرر طالب المذاكر بتبقى حاجه كل حاجه بالنسبه له كويسه، طالب اللي مش مذاكر كل حاجه بالنسبه له مش كويسه. بالتاكيد يعني دي مساله بديهيه. وما فيش حاجه اسمها امتحان في مستوى الطالب المتوسط، وما فيش حاجه اسمها امتحان يعني، لا في امتحان في مقرر له معايير. فالامتحان من داخل المنهج والمقرر، مفيش حاجه من خارج المنهج، وان شاء الله بوعدك وان شاء الله هنوفي بوعدنا ان شاء الله. يعني اللي مش مذاكر ما يجيش يقول اصل فوق المتوسط تحت المتوسط. معالي الوزير عندك مقرر او منهج بتذاكره كويس هتلاقي الامتحان حلو جدا، ما ذاكرتوش كويس يبقى لا تلومن الا نفسك. مش الثانويه العامه هتفضل لحد امتى يا فندم؟ صداع في راس المصريين. ثلاث سنين كمان. ثلاث سنين. حضرتك مش من انصار انك تقول ان شاء الله من السنه الجايه وترحل الموضوع؟ لا يا فندم، هو مش معناها ان انا عايز اقعد ثلاث سنين، لا. احنا نتمنى ان حضرتك تقعد خمس سنين يعني. هو التعليم محتاج كده. احنا بنعمل خطط، ويمكن الخطه الاستراتيجيه اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه هتلاقي ان احنا الخطه دي مش بتاعت محمود ابو النصر، ده اللي عاملها خبراء وعلماء وطلبه ومعلمين وموجهين واحزاب سياسيه اشتركوا معانا في الخطه الاستراتيجيه دي. فدي خطه مصر. وبعدين تسع مرات عرضت الخطه الاستراتيجيه دي في المحافظات المختلفه، صعيد وبحري. عشان بتعرف رد الفعل. لان احنا خلاص بقى الشعب المصري ما ينفعش تفرض عليه حاجه. لازم نناقشه ولازم نعرض عليه. وبنستفيد على فكره، بتجيلنا افكار يعني، في حاجات اتعدلت في الخطه في المناقشات من الحوارات مع المدرسين او مدير الادارات او في اولياء امور كمان. واولياء امور يا فندم اشتركوا معانا في دي لاول مره بتحصل دي. لا بقول لحضرتك احنا عملنا ورش عمل اشترك فيها كل اطياف المجتمع. صح احنا اتعودنا يمكن معاليك فاكر مؤتمرات لتطوير التعليم والجامعه والهانم رايحه والوزير والرئيس وبعدين يطلع ولا شيء. لا انا حتى لما عرضنا الخطه في الصوره الدرافت بتاعها على فخامه الرئيس هو اللي قرر طرحها للنقاش المجتمعي. هو من بدا جدا فخامه الرئيس عادل منصور. فاحنا يعني بقول لحضرتك تعرضت في تسع محافظات، رحنا الاقصر وبني سويف الفيوم. يعني دي بعض السلايدز من معالم الخطه وهنتكلم فيها بالتفصيل، بس يعني لما ننتهي بس من كلام الناس حوالين الامتحانات والجزء الثاني اليوم كله هيبقى مستعجل على ده. فالتامين بقى المدارس في الشهادات في سواء ابتدائيه او اعداديه او ثانويه عامه. بص هقول لحضرتك، لان في تخوف عند الناس. احنا عندنا جهاز امن شغال وبينسق كويس قوي، واحنا عاملين بروتوكولات تعاون مع كل مديريات الامن في جميع المحافظات. منسقين كويس قوي مع معالي وزير الداخليه، مع وزاره الدفاع،
لان في محافظات هي اللي بتامن وزاره الدفاع زي شمال سيناء مثلا. فالتنسيق كامل. واحنا على فكره مرينا بتجربه بتاعت الامتحان الدور الثاني بتاع الثانويه العامه. بالتاكيد. فالحمد لله يعني كانت تجربه لينا كويسه وعدت على خير. ان كان انا بقصد الجزء ده السبب او الايام اللي جايه دي السبب، لان دي المرحله اللي يعني هم عليك مدرك تماما مرحله التصعيد جدا من جانب جماعه الاخوان. تصعيد على كافه النواحي. احنا الكتره واحنا ان شاء الله اللي هنبقى احسن ان شاء الله. يعني انا بشعر بالثقه اللي عند حضرتك دي، انا مبسوط لانها هتتنقل للساده المشاهدين. لا ما انا قلت قبل كده على فكره في بدايه العام الدراسي، قلت كل طالب في مصر في مدرستنا ده مسؤوليتي انا. 8 مليون 18.5 مليون يا فندم. 18.5 مليون طالب أنا مسؤول عنهم. يعني حضرتك قد تقريبا 300 دولة قطر كده. ايوه يعني ده جذب التعداد يعني. طب هل في اي اتجاهات لتعديل جداول امتحانات الثانويه العامه او ترحيل ميعاد الامتحان الثانوي؟ لا، هو الترحيل هيدخلنا في رمضان وهنخش في مشاكل، والترحيل هيروح مرحل لنا كمان الدور الثاني، والترحيل الدور الثاني هيخلينا نرحل مكتب التنسيق، واذا رحلنا مكتب التنسيق يبقى اثرنا على بدايه العام الدراسي القادم. احنا عايزين بقى نبتدي ننتظم، يبقى عندنا مواعيد وان شاء الله الامور تستقر ان شاء الله. اذا امتحان الثانويه العامه يوم 7/6 7/6 هتكون انتهت الانتخابات الرئاسيه قبلها ان شاء الله. ان شاء الله يعني موضوع في الاعتبار ده. يا فندم، لان طبعا ده في جزء تاني عند حضرتك، مسؤوليتك حضرتك عندك جزء من مسؤوليه خريطه الطريق طبعا للمدارس هي اللي بتعمل فيها كل اللجان، اذا كان اذا كان انتخابات الرئاسه او مجلس الشعب او مجلس النواب يعني. طب بالنسبه للمدرسين او المراقبين بقى، وانا اعرف ان في عدد كبير بيبقى عايز يراقب، وعمليات اختيارهم احيانا يثار حواليها برضو كلام، تعمل حملات، تم اختيار ناس مش عارف، مش عايز اوصف او اسمي ايه اللي بيقال. التجارب حضرتك اللي احنا مرينا بيها، وانا برضو قعدت سنتين في الوزاره يعني انا مش غريب عليها، يمكن انا اول ما جم الاخوان قدمت استقالتي ومشيت، لكن السنتين دول عرفتني حاجات كتير. ويمكن انا لما يوم حلف اليمين كان رحت فطرت، كان في رمضان، بعد الفطار رحت الوزارة. لأنك عارفها؟ عارفها، وعارف السكة زي ما بيقولوا. وعارف الناس، وكان من ضمن المزايا إن أنا لما رحت الوجوه المختلفة عرفتها على طول يعني. ما الواحد اللي بيقعد في سنتين في حتة يعني. أيوة هنا في ناس ناس غريبة باينة يعني. ومريت بالتجارب كلها، ومريت بالامتحانات ومشاكل الامتحانات، ويمكن أنا أول واحد يعمل لجنة إدارة أزمات أيام ما قامت الثورة، لأن أنا كنت موجود مع بداية الثورة. 25 يناير وعملنا لجنة إدارة أزمات وأدرنا الأزمة وعدينا الامتحانات أيام الثورة والحمد لله عدت يعني. هل ده اللي بيساعد معليك إنك بتنجز بسرعة وفي هدوء؟ يعني مسألة الإنجاز حتى في العام الدراسي الحالي، والعام الدراسي جه في لحظة كانت شديدة الارتباك في مصر. هو أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا بحب الناس، فالناس بتحبني وتتعاون معي، وانا بشتغل كتير. ده يعني ده صحيح، مصروف لحضرتك ده. ده صحيح. الحاجة التانية ان انا يعني الحمد لله بشتغل كتير يعني، ولازم اعمل كل يوم حاجة، بحاول انا معرفش ادام الا لما يكون عامل حاجات كويسة. من وجهة نظري ممكن تبقى من وجهة نظر الناس مش كويسة، لكن دايما خطوات يعني، في خطوات. وبصراحة عندي مجموعة رائعة دلوقتي بتساعدني وبتشتغل معايا، وهم اللي بيعملوا الشغل. انا النهارده كنت عامل اجتماع لقيادات الوزاره وقلت لهم انتوا السبب في ان انا اتجدد لي، لان انتوا عملتوا شغل كويس وبناء عليه الوزاره بقى شكلها كويس. انت حضرتك مؤمن بفريق العمل، بان يبقى لابد يبقى في فريق متجانس. ده لازم، ويكون مؤمن بنفس الرؤيه اللي حضرتك. وبنشتغل تيم ورك يعني، بنشتغل فرق عمل كمان يعني. بص، واحد لوحده ما يعرفش يعمل حاجه. التعليم عندنا في مصر عامل زي سعر الصرف، الصرف كان متعدد كده يعني، في صرافه وفي بنك وفي سوق سودا ومدارس خاصه ومدارس دوليه ومدارس انترناشونال. المساله دي امتى تنضبط؟ احنا بنجهز قرار دلوقتي الحكايه دي علشان التعليم الحكومي يعني. احنا عندنا في التعليم الخاص نوعين بس، دولي وعادي. والدولي فيه انواع، في بقى الامريكان دبلوما والاي بي والبريتش يعني لدرجه الواحد ما بقاش بيبقى فاهم. فده كل واحد بيختار حسب اللي هو النظام اللي عايز يشتغل عليه.
يعني في واحد عايز ياخد الامريكان دبلوما بيروح يخش المدارس اللي فيها الامريكان دبلوما، الاي بي اللي هي الانترناشونال بكالوريا في ناس بتروحها، في الاي جي اللي هي البريطانيه بيروحوا. لكن احنا لما نتكلم هنتكلم، احنا عايزين نظبط نفسنا الاول، يعني نظبط. تعرف حضرتك التعليم الخاص بيمثل 5% من مجموع الطلبه كلها، يعني الخاص اللي هو كل الشهادات دي والانترناشونال كل الحاجات دي. فيعني خلينا نقول، وده اختيار اولياء الامور، لكن تعالى نتكلم على التعليم الحكومي اللي هو فيه 18.5 مليون طالب، هو ده اللي لازم نعمله كويس. وزي ما بقول لحضرتك، من اول يوم بدات في تطبيق مشروع القرائيه على اولى وثانيه ثالثه ابتدائي، وانا بقول اهو خلي الناس في اي قريه في اي نجع في اي حته في مصر يروح يخش، ركز على ان الطفل يتعلم القراءه والكتابه بشكل جيد في اول ثلاث سنين وبالتشكيل. ويمكن ان النهارده يمكن باذكر شيء، ان رئيس الوزراء النهارده كان بيقول بيانه، فكان حريص ان يقوله بالتشكيل. ايوه انا ما اعرفش بقى ده كان لا هو شاطر لا يعني هو دي رساله عايز يبعتها طبعا للمجتمع كله، انه حريص يقرا ويقول كل كلمه وكل جمله بالتشكيل. فده يمكن لما الطفل يشوف ده يبقى ليه اثر ايجابي. وبعدين حضرتك لما نبني صح، ما خلاص، مع يعني الطفل اللي بيعرف يقرا ويكتب ويعرف حساب ده كويس، خلاص هتعرف تعلمه، هيعرف يعلم نفسه كمان. هي دي اهم سنوات يعني اللي بيتاسس كويس في السنوات الاولى. بالظبط، احنا جربنا ده يمكن في تعليمنا. ومش ساكتين بقى، هندخل على طول فصل الدراسي الثاني، رابعه وخمسه وسته. السنه الجايه ان شاء الله بقى هيبقى عندنا من اولى لسته مناهج جديده، بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وناخد اولى اعدادي واولى ثانوي من السنه الجايه ان شاء الله في مناهج جديده تماما. تماما. تفتكر معالي الوزير دي هتستعيد ثقه الناس مره تانية في التعليم؟ او بتراهن على ده بنسبه قد ايه؟ هي السنه الجايه سنه الازمه. ليه بقى؟ لان عايزين نتكلم فيها بقى يعني عشان الناس تستريح. وانا بقول اهو بكل صراحه وكل امانه، احنا عندنا مناهج جديده، عندنا تدريب معلمين، عندنا انضباط، عندنا شغل. لان انا دايما بقول للناس لو ما اشتغلناش كلنا هتغرق، المغرب المركب هتغرق بينا كلنا، مش هتغرق بينا، بيهم وبينا. مش بالحكومه يعني، بالناس. وهنغرق معاهم، بس هيبقوا هم اللي غرقونا. لازم الناس تشتغل. عايز اقول لحضرتك ان المعلمين بتوع مصر كويسين قوي، بس لسه ما عندهمش الثقه الكامله في الحكومه بتاعتهم او في الوزير بتاعهم. لكن شوف احنا عملنا لهم ايه، جبنا لهم عندنا 75,000 واحد اتثبتوا اليومين اللي فاتوا دول. انا ملاحظ قطاع التعليم كله الحمد لله هادي، ومش عايزين يعني ان وجبنا لهم 6.2، شوف ظروف البلد عامله ازاي، جبنا 6.2 مليار جنيه ليهم. هل ده كافي؟ لا مش كافي، بس دي خطوه. طيب انا بقول لهم دايما بقى، خلوني لما اقعد في مجلس الوزراء واطلب لكم حاجه اقول مدارس شغاله كويس، الناس شغاله كويس، ساعتها هعرف اخد. لكن لو احنا هنبطل شغل وهنقعد نتكلم، انا بقول لهم الكلام نقسمه نصين، نص يبقى شغل، وبرضه عشان بالتدريج كده يعني لازم ونتكلم شويه برضه عشان ده وقت الكلام برضه، بس مش كله كلام. يعني بقى بنتكلم شويه وبنشتغل شويه. بالتدريج ان شاء الله بعد كده نوصل ان احنا هنتكلم عند اللزوم، بس هنشتغل اكتر. في الافق كده يعني على قد ما حضرتك تقدر تبص لقدام، الدروس الخصوصيه ممكن تتقلص او تنتهي من مصر؟ ممكن تتقلص لكن مش هتنتهي. دروس خصوصيه في جميع بلاد العالم على فكره، بس مش بالطريقه بتاعتنا دي. ليه؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا ما عندناش اللي هي فيها اعلانات في الشوارع ملك الرياضه وصاروخ الكيمياء وصاروخ الكيمياء يعني حاجات. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان لما الطالب هيلاقي كل حاجه عندي في المدرسه، مش هيحتاج حد يروح ياخد درس خصوصي الا اذا كان ضعيف زي زمان على ايامنا. هيروح علشان يتقوى، علشان هو عي مثلا كان بياخد ماده مادتين وهو ضعيف فيها، كان عاده يروح ياخده في الانجليش، ياخده في العربي، يعني مش في كل المواد. كل واحد ما بيبقاش قوي في كل المواد، يقوم يروح يدور على الحاجه اللي ضعيف فيها وياخد فيها درس. لكن دلوقتي الناس بتاخد في كل المواد، لان هو مش لاقي اللي هو عايزه في المدرسه. ده من اولى ابتدائي. يعني انا طبعا كنت عشان كده بقول لحضرتك، احنا انظمه المناهج لما تتغير والمعلمين لما يتدربوا، وبعدين هنغير انظمه الامتحانات كمان. هيبقى النظام بمعنى الامتحان هيختلف؟ طبعا هيتعامل بقى مع التفكير مش مع الحفظ والتلقين.
ده ابتداء من العام القادم فعلا ان شاء الله، وهناخدها تدريجي برضه. اه ليه؟ لان الطالب مش معقوله تيجي في ثانويه عامه السنه الجايه مثلا، مش اللي مش اللي احنا فيها السنه الجايه تروح عامل له نظام الامتحان الجديد، لا هنبدا اولى اعدادي واولى ثانوي، هنغير في ابتدائي كله، الطلبه الصغيرين تقدر تغير معاهم زي ما انت وتتعامل معاهم، لكن اولى اعدادي هبدا بيها، وبعدين يبقى يخش بعد كده على ثانيه، يبقى لما يخش على الاعداديه بقى متعود على الامتحان ده، نفس الشيء اولى اعدادي اولى ثانوي ثانيه ثانوي، لما يخش على الثانويه بيتعود على نظام الامتحان. امتحانات دلوقتي كلها اعرف يعني معتمد على انه لازم يحفظ ولازم يكتب، ولو جات لك كذا اعمل كذا، ولو جات لك كذا اعمل كذا، وفي مدرسين بيقعدوا يعملوا ملخصات او النظام النموذجي للامتحانات. ده مواضيع الانشا بقى ليها نموذج الانشا بيعملوا بيعرفوهم مقدمه ومؤخره، وبعدين يقول له احشي كم اي حاجه في النص. انا يمكن عشان بعيد عن التعليم حتى اولادي اتخرجوا فبقت المساله، وانا من جيل لا لا لا. يمكن معليكم. طب كثافه الفصول في المدارس بقى معلش. عاليه جدا، يعني عايز اقول لحضرتك الجيزه وصلت ل 120 طالب في الفصل، وده رقم مفزع. اه طبعا ثلاث ادوار يعني. طب معليك كنت عارف ده قبل برضو ما تتولى المسؤوليه؟ آه. وهدف من اهداف الاستراتيجيه، هدف رئيسي من اهداف الاستراتيجيه ان احنا ننزل عن ال 50 نوصل ل 45 في ثلاث سنين. خلال ثلاث سنوات؟ ان شاء الله. ده يبقى معنى كده احنا عندنا اظن كام الف مدرسه؟ خمسة. محتاجين 10,000 مدرسه عشان نوصل للحكايه دي. احنا عندنا حاليا كام مدرسه؟ 48,000 مدرسه. 48,000 مدرسه، محتاجين 10,000 مدرسه؟ ايوه، بس مش كلهم مدارس كبيره. يعني هيبقى في نماذج للمدارس؟ عندنا نماذج المدارس من ابتداء من نموذج مدرسه الفصل الواحد، ثم ست فصول وهكذا بقى لغايه ما توصل للمدرسه الكبيره قوي اللي هي 42 فصل. يعني نقدر نقول للمواطن ان في نماذج مدارس هتبقى بتحطها الوزاره بحيث ان انا اشوف شكل مدرسه الفصل الواحد في اسوان الاقيه زي بتاع اسكندريه مثلا؟ اه تمام. يعني مش هيبقى كل واحد بيبني مدرسه بطريقه معينه؟ هي بتختلف يعني من بحر عن قبل علشان الظروف الجويه. بالتاكيد بالتاكيد. لكن هي نمط معين موجود، بس يعني بنراعي مثلا حكايه التهويه الطبيعيه في الصعيد علشان الحر والحاجات دي. الحكومة رصدت فلوس لبناء المدارس دي؟ احنا الموازنة بتاعتنا الحمد لله الدستور نصف التعليم، يعني ان هو ادها 4% بحد ادنى. من وده انتصار كبير معلش. الحمد لله. من الدخل القومي. بعض المعلمين اللي جم ورشحناهم وراحوا قبله عملوا مجهود كويس قوي، انا بشكرهم عليه، اللي هم 50 واحد راحوا اخترناهم وراحوا قعدوا في لجان الاستماع وافادوا الدستور. اللجنه اللي بتوضع اللجنه دي طبعا، غير بقى المناقشات والاتصالات اللي احنا عملناها، بحيث ان احنا وصلنا لبنود كويسه قوي للتعليم، من ضمنها واهم بند اللي هو ال 4% دي. يعني حضرتك كنت عضو من الخارج داخل لجنه ال 50 بتشتغل شغلهم يعني؟ يعني ما لازم نتعاون، ولازم نقول لهم راينا، ولازم نديهم الافكار، ولازم نقول لهم احنا محتاجين ايه. يعني انا كان نفسي نقول الحد الادنى لتكلفة الطالب، لأن احنا لازم نتعامل بالطالب مش نتعامل بالكم، بس ما قدرناش نوصل لها، فوصلنا ل 4% كحد أدنى. ده رقم ما كانش موجود. ده هيزود لنا الميزانية بتاعتنا 13 مليار إن شاء الله على الظروف الحالية. تخيل بقى حضرتك لما العجلة تدور والإنتاج يزيد والموازنة العامة تزيد، بقى الدخل القومي الرقم هيبقى كبير. ال 4% كميتها هتبقى كبيرة. وكان في كمان كلام عن ان دوله الامارات العربيه المتحده اظن مقدمه 800 مدرسه. 800 وده رقم كبير برضو. ده يعني عمر احنا اصلا الموازنه اللي بتيجي لوزاره التربيه والتعليم بتبني 250 مدرسه في السنه. ف 800 يبقى هتحصل نقله، هتقلل الكثافات. ده غير ان احنا عندنا يعني رجال اعمال وفنان محمد صبحي بيلم لنا فلوس ل 50 مدرسه. رجال الاعمال والمستثمرين، كان في المهندس نجيب ساويرس اظن اتعهد. نجيب ساويرس هيشتغل معانا في نظام البي بي بي اللي هو البابليك برايفت بارتنرشيب، اللي هو الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. يبنوا لنا يعني 1000 مدرسه السنه دي ان شاء الله. يعني في 1800 مدرسه هيبدا العمل فيهم او بدا؟ انا ما اعرفش. في الطرح يا فندم شغال دلوقتي، يعني في حاجات شغاله يعني بس المباني بتاخد وقت. يعني احنا في 75 مدرسه خلصوا خلاص هنستلمهم، يعني دول هيخشوا الخدمه السنه الجايه، هيخشوا الفصل الدراسي الثاني. الثاني يعني حضرتك ما بتاجلش للسنه الجايه؟ لا يا فندم، ما احنا عندنا كثافه عاليه، ف
فانا كل ما ابني مدرسه لازم اشغلها، بس ما ينفعش اخش في وسط الفصل الدراسي، يعني دايما يا في بدايه الدراسه يا في الفصل الدراسي الثاني. يبقى معنى كده ان مع بدايه العام الدراسي هيدخل كميه من المدارس الجديده فعلا. ان شاء الله. وده كل ما الناس بتشوفه بتشعر طبعا طبعا بالجديه في التعامل مع التعليم. بس من كترهم من الواحد ما بيروحش يحط حجر اساس ويعمل، لا من كتار يعني. عايز اقول لحضرتك ان شاء رب العالمين مع بدايه العام الدراسي الجديد 3000 مدرسه جديده ان شاء الله، ابتداء من مدارس الفصل الواحد لغايه المدرسه ال 42 فصل. 3000 مدرسه جديده هتضاف مع بدايه العام الدراسي الجديد، ده ما اظنش رقم مسبوق في اي سنه من سنوات وزاره التعليم. ما اعتقدش من قبل كده. ما حصلش. كل ده في قلب الازمه، يعني معاليك والحكومه سواء السابقه او الحاليه، ولان معاليك فيها في الاثنين في قلب الازمه، يعني في زي ما بنقول ايه، في نور في العتمه. الحمد لله. انا بس يعني عايز اشكر رجال الاعمال اللي تعاونوا معانا يا ريت، والمستثمرين، يعني بصراحه كل ما اطلب حاجه يعملوها. ونقول اسمائهم يا ريت والله. يعني اسمائهم كتير، خايف انسى حد، حد يزعل. لكن احنا عاملين حساب مخصوص 70 70 70 البنك الاهلي المصري، لان عاملين حاجه. يا ريت تنزل 70 70 70 البنك الاهلي المصري. اللي هو صندوق دعم التعليم. صندوق دعم المشروعات. ده فندم، يعني احنا عاملين كذا حمله، عاملين حمله اسمها جدد فصلك واكتب اسمك، وانا بطلب من حضرتك تجدد الفصل بتاعك. يعني اروح مدرسه الزهراء الابتدائيه في مدينه دسوق. 3000 جنيه تجدد فصلك ونكتب عليه اسمك. طب ادفعهم فين؟ في ال 70 70 70، وانت بتطبق يعني، وانت بتحط الفلوس هتكتب مدرسه كذا، واللي عايز فصل بعينه يكتب فصل كذا. بكره الصبح هروح اعملها. اشكرك. يعني فورا يعني. انا رحت جددت فصلي. لا انا انا بكره الصبح هروح يعني اجدد فصلي، انا احب ان يبقى اسمي موجود في المدرسه. وهنحط يعني لو عايز تعمل يافطه معينه قول لنا. لا اللي انتوا تعملوه بقى، انا بس بالنيه وخلاص يعني. هنعمل حاجه ستاندر كده بسيطه وجميله، عشان لو حد من زمايل حضرتك حب يجدد نفس الفصل برضو كان معاك، هنقول له لا هات سبوره ذكيه ب 3000 جنيه. وتحط له عليها اسم برضه. انا هيبقى يعني مشترك. فكره رائعه. يعني ارجو، اظن يمكن سمعنا عنها يجوز مع الوزير تكون قلتها. لكن الفكره ما اتشرحتش يبدو قبل كده. معنى جدد فصلك واكتب اسمك، يعني لو في اثنين او ثلاثه بس من الفصل اتقدموا لده على مستوى الجمهوريه، معنى كده ان كل مدارس مصر السنه الجايه هتكون متجدده. والرقم مش كبير. ولو قلنا ان واحد او اثنين او ثلاثة ولقينا كل مدارس مصر السنة جاية، انت مش بتسهم في انك بتجدد مدرسة بس، انت كمان بتشغل مقاول، تفتح نفس طفل وبتسيب اسمك الناس تتكلم عنه. فكرة رائعة، انا بشكر حضرتك عليها جدا. وصدقة جارية. وطبعا بالتأكيد صدقة جارية. كل طالب هيجي يقعد على الديسك ويتعلم، حضرتك هتاخد ثواب. وانا اوعد حضرتك نعمل لها تغطيه متميزه جدا مع بدايه العام الدراسي اللي جاي. يا ريت. نشوف كل الاسماء اللي جددت فصولها دي ان شاء الله. ان شاء الله. وهنروح نصور يعني مدرسه حضرتك بعد ما نجدد الفصل بتاعك، ونشوف نصور كل مدارس على مستوى مصر كلها. طبعًا. يعني لان بالتاكيد هيبقى في ناس. هو لازم نتعود يعني. الـ 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 الاستراتيجيه دي ليها سلوجن، ليها عنوان، ليها معا نستطيع. عنوانها كده. لان الميزانيه بتاعت الحكومه كلها لو اتحطت في التعليم قدامنا فتره كبيره قوي على ما نحسنها. طب معلش انا اسف، معلش لو في واحد عايز يجدد مدرسته بقى كلها قوي، ما انا بقول لحضرتك رقم الحساب لو عايز يجددها بنفسه. على فكره احنا ما عندناش مانع. لا يعني لو واحد عايز يدفع تكلفه تجديد مدرسه يعني انا على قدي اجدد فصل. لكن في واحد يملك انه يجدد مدرسه بالكامل. يجي يحسب عدد الفصول قد ايه ويضربها في 3000 ويحطهم في 70 70 70 ويكتب اسم المدرسه. وانا بوعده ان ولا مليم هيطلعوا مكافئات، ولا مليم هتطلع لاي حد، هتتحط في المدرسه بالكامل وهقدم له كشف حساب. طب في الحاله دي تحطوا اسمه على المدرسه؟ على اسمه، هنسمي المدرسه باسمه. تسمى المدرسه باسم اللي يجدد المدرسه. بس ما تكونش من المدارس التاريخيه بس. يعني مثلا ما ينفعش مثلا مدرسه علي مبارك نغيرها باسمه. لا طبعا مستحيل. يعني لو مدرسه مش تاريخيه اسمها اي حاجه، مدرسه مثلا مش عارف ايه الابتدائيه، ايه الاعداديه يعني. في مدارس كتير محتاجه اسماء. ولو جدد مدرسه وهي من المدارس التاريخيه ممكن يطلق اسمه على مدرسه ثانيه. عنديش مانع، مدرسه جديده نوفي بقى. مكافاه ليه ان اي مدرسه جديده احط اسمه عليها. المشروع ده محتاج تغطيه اكبر شويه. يا ريت والله يعني ساعدونا، يعني انا عارف الاعلاميين واقفين معايا كويس قوي،
بس المشروع ده مشروع اللي بتجبرنا على كده. ما احنا ربنا مش ربنا يخليك. يعني احنا بالعكس احنا بندور على اللي نهاجمه مش بندور على اللي نأيده. يعني يمكن معالي الوزير قال لي ناخد نفس ونسمع بعض الناس ونرجع بقى عشان نشوف الاستراتيجيه. حاضر. نبدا نتكلم فيها. معايا الاستاذ سمير. استاذ سمير في الزقازيق. بس ارجو الاختصار بقى بسرعه ونكون محددين. طيب يا فندم، انا بحب اشكر الوزير بس على مجهوداته وخصوصا التعيينات الاخيره، بس هي في مشكله في الشرقيه بخصوص التعيينات الاخيره. اول حاجه احنا ما وصلناش اي حاجه رسمي بخصوص التعيينات، والكشوف اللي جايه في اسماء من اللي كانت نازله على موقع الوزاره ومستوفيه الشروط يا فندم، قاعده من مده 3 سنين لغايه سنتين ومؤهل عالي وتربوي مستوفيه كل الشروط. الكشوف دي وخصوصا تخصص تربيه رضيعه على المستوى الشرقيه كله، الكشوف دي كلها اتشالت واتحط مكاننا ناس تانية. احنا مش عارفين ايه السبب، وكلمنا كذا حد مش عارفين لغايه دلوقتي ايه السبب. هل ده اهمال؟ هل ده فساد؟ هل ده ايه؟ احنا لا، هو طالما انت يعني وصلت مع الوزير هتلاقي فيها رد وتوضيح شديد يا فندم. لا ان شاء الله اتاخد خلاص. ما انا عرفت المشكله دي، يعني دي محلوله. اه طبعا، احنا شكلنا لجنه في كل مديريه من التنظيم والاداره والماليه ووزاره التربيه والتعليم، اولا لتثبيت الناس، استكمال اوراقهم وتثبيتهم، ثانيا لتقبل الشكاوي اللي زي كده. لو شايف ان هو يستحق، احنا عندنا سايبين 4500 فرصه للحالات اللي زي كده، اللي هو اتظلم او اسمه او ليه حقه واسمه ما اتحطش، او اذا كان في زي ما بيقول رشاوي ومش رشاوي، اللجنه موجوده، واذا ما خدش حقه يطلبنا على 19151 يقول لنا البيان بتاعه. ده بيجي لي على طول الشكاوى دي. يعني هو كده مطلوب منه ان يقدم التظلم عنده في المديريه هنا. بس انا برجوهم بس مش كل شويه يجوا الوزاره. اه يعني يبعتوا، يعني مش لازم يعني يجي الوزاره، لكن يبعت على 19151. انا مش يعني يجوا اهلا وسهلا، انا مش شرقيه يعني بحبهم بس هم عندهم كم مشاكل، الشرقيه بالذات فيها كم مشاكل كبير، لان المحافظ اللي قبل كده كان فتح الموضوع جامد قوي وساب لنا اعداد رهيبه بنعالج فيها. والمحافظ الموجود دلوقتي راجل استاذ جامعه وممتاز جدا. لا ده رائع، يعني بيبذل مجهود، بس انت عارف انت التركه كبيره قوي والدنيا بس الحمد لله يعني رائع، وبيساعد معايا ومتفاهمين وبنعمل حاجات كويسه. بص الحمد لله برضو مصر ربنا يعني احنا ربنا اكرمنا بشويه محافظين ممتازين بصراحه، كلهم بصراحه. لاول مره يبقى فيه على الاقل 19 20 محافظ متميزين. والله كلهم، والله كلهم يعني انا اصلا بتعامل معاهم تقريبا شبه اسبوعي يعني، ف بصراحه الحمد لله. احنا شويه بنبقى اشرار بس يعني سامحنا. استاذ عاطف من الشرقيه، زي ما حضرتك قلت الشرقيه واضح ان فيها مشاكل كتير. استاذ عاطف مساء الخير. مساء النور يا فندم، كنت عايز بس اعمل مداخله مع اتفضل معاك مع الوزير. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك احنا من الشرقيه، وهو نفس المشكله اللي لسه الاستاذ سمير قايل لحضرتك عليها. بس هو حضرتك انت قلت دلوقتي ان انت شكلت لجان تظلمات، وفعلا اللجان دي واصله المديريه، بس لجان التظلمات ديت موجوده من اجل الاسماء اللي نزلت فعلا من الوزاره ووصلت المديريات. للاسف الاسماء اللي وصلت الاداره المديريات من الوزاره ديت دي خاليه خالص من التربيه الرياضيه على مستوى محافظه الشرقيه. فاحنا عايزين من حضرتك، يعني احنا من الداعمين لسيادتك وفرحانين جدا ان سيادتك اتجدد لك في الوزاره، وحضرتك احنا واقفين وراك طب يبقى كويس ان انتم يعني وزير التعليم دايما كان بيبقى بيتهاجم زي وزير الماليه وزي وزير الداخليه، فدلوقتي واضح ان انتم وعندك 19151. استاذ عاطف لو في اي حاجه بتبعتها برضو لمعالي الوزير. في اسماء من الجيزه. استاذه اسماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. اسلم دكتور محمود. معاكي يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام. معلش انا سريعا هاخد نقط حضرتك بسرعه سؤالين. من فضل حضرتك انا بتكلم على المدارس الخاصه ومصاريف المدارس الخاصه. احنا بنعاني جدا من النقطه دي. دي اول حاجه، يعني ابني سته ابتدائي وصل دلوقتي في مدرسه خاصه 4000 جنيه. دي حاجة، الحاجة التانية بالنسبة لتصحيح الشهادات يا فندم. أنا برجو حضرتك يا ريت تتابع النقطة دي، يعني أنا عملت تظلم في مادتين. المادة الأولى عملت مادة في اللغة العربية لقيت سؤال مش متصحح خالص. وعاملينه ومنزلين في ابني بدرجات. المادة التانية العلوم لقيت ابني عامل له سؤال غلط وهو السؤال صح. فرحت وديت لإدارة الهرم، إدارة الهرم قالت لنا النتيجة هتشوفيها في الترم التاني مع الترم التاني. قلت لها طب أنا دفعت فلوس عشان أشوف مجهودات ابني، وابني صح على أي أساس التصحيح ده؟
قالوا لي ده ترجعي تاني للاداره. استاذه اسماء في سنه كام؟ سته ابتدائي يا فندم. سته. مدرسه؟ مدرسه فضل يا فندم. مدرسه فضل؟ فضل الحديثه. فضل الحديثة دي مدرسة خاصة؟ مدرسة خاصة. مدرسة فضل الحديثة، ابن حضرتك بيجاوب صح فبيعملوه غلط. حضرتك قطع فيه بتاع الشهادة. وصلت الرسالة عند معالي الوزير؟ سيبي رقم تليفونك في الكنترول وأنا هتابع معاك. يبقى الكنترول مع حضرتك، هتسيبي رقم التليفون أستاذ عمار في دمياط. سيادة الوزير محمود أستاذ ناصر، إزاي سيادتك؟ أهلا بحضرتك. أستاذ ناصر يا سيادة الوزير، بعد إذن سيادتك. سيادة الوزير محمود. أيوة فضل. محافظ دمياط اللواء محمد عبد اللطيف منصور بعت لسيادتك قرار اللجنة الثلاثية الخاصة. الصوت بالراحة بس. معالي المحافظ بعت لمعالي الوزير. وزير قرار مدرسة السر والثانوية التجارية. السر التجارية عشان تتفتح مدرسة لمدينة السر في الترم الثاني ب 105 طالب. وصلهم ل 120 طالب، لحد الآن السيد الوزير ما مضاش ومفروض الطلبة يخشوا من السبت. طيب إن شاء الله أنت الرسالة وصلت، يعني في مدرسة أنتوا عايزين تفتحوها. يمكن هوقف التليفونات بقى شويه. دي ان شاء الله نشوف مع رئيس قطاع التعليم الفني، لان عارف حضرتك المدارس الثانويه التجاريه والزراعيه والفندقيه والصناعيه تتبع قطاع، يعني احنا عندنا قطاعين رئيسيين، قطاع التعليم الفني وقطاع التعليم العام. فلازم القرارات دي بتجيلي من قطاع التعليم الفني. فانا هتابعها بنفسي ان شاء الله. التعليم الفني دي حكايه لوحده. ده يقدر يشيل مصر هو ده قاطره التنميه ان شاء الله. واحنا هنركز وهقول لحضرتك في الاستراتيجيه هنعمل ايه. طب يبقى نتوقف ونفتح في الاستراتيجيه، يعني احنا رجعنا بعض الازمات يا ريت نبدا فيها. قوي احنا زي ما قلت لحضرتك الاستراتيجيه دي 2014 2030 14 17 دي اول مرحله وهيبقى في وقفه. طبعا في متابعه كل 3 شهور لنسب الانجاز والمتابعه والتقييم والتقويم. وبعدين هيبقى في وقفه قويه جدا عند 2017 لان ممكن الدنيا تتغير. بعد 3 سنين يعني مثلا دلوقتي بنوزع تابلت، ممكن بعد 3 سنين حصل تطور تكنولوجي يبقى لازم يبقى في وقفه ومراجعه واستمرار. وبعدين في وقفه تانية عند 22 اللي هي 17 22 وبعدين من 22 ل 30. الاستراتيجيه هدفها الرئيسي تقديم تعليم جيد لكل طفل في مصر. والشعار بتاعها معا نستطيع. هو نفس الشعار اللي حضرتك حاطه للوزاره سواء في البناء كل حاجه في التطوير. احنا عندنا على التوازي تعليم المحو الاميه، يعني احنا المحو الاميه تبعنا برضه. فبرضه عاملين لها شعار معا نستطيع، لان لازم كل الناس تشتغل معانا في محو الاميه. والسنه دي يعني اطلقنا شعار برضه ليها او حمله اللي هي ان 2014 عام محو الاميه. بنستهدف من 3 مليون ل 6 مليون في 3000 قريه. والمشروع شغال. شغال بيطلع نتائج، بس لما يبقى عندنا كده تخرج ان شاء الله نبلغكم ونقول لكم. يعني. ده يساعدنا جدا. وعلى فكره يعني صعب يضحك علينا، يعني لان شغالين بقى بالرقم القومي ومش هيجيبوا ناس بقى بتعرف تقرا وتكتب وتعمل الحركات اياها دي. اللي هي كانوا بتاخد عليها مكافئات وحاجات كده. فلا يعني عاملينها بنظام وشغالين مع الجامعه ده كمان، بحيث ان الطلبه اللي عندها عملي زي كليات التربيه تشترك معانا وتاخد حافز وتاخد درجات. يعني عاملينها بحيث ان احنا فعلا لازم نمحي الاميه. احنا عندنا حوالي 25 مليون امي في مصر. ده رقم كارثه في القرن 21. عشان كده بنقول ان احنا السنه دي عايزين نسميه العمل انطلاقه عن محو الاميه، ان احنا نستهدف حوالي 6 مليون وننطلق. احنا برضو لو انت تشوف حضرتك ان احنا خلال 5 سنوات ان شاء الله لو مشينا بنفس النظام ده ما بقاش عندنا ولا امي. الحاجه الاهم بقى ان احنا نقفل الحنفيه. اي حنفيه؟ المكافئات ولا الحنفيه بتاعت التسرب. التسرب من التعليم. طبعا. ما لو قفلناها ما احنا ممكن نمحو اميه الناس دي ويجي لنا غيرهم. ما هو ده حصل. فعشان كده لازم نمنع نقفل الحنفيه بقى بتاعت التسرب. ان احنا لازم تبقى المدرسه جاذبه، ويمكن هشرح لحضرتك بسرعه. يعني احنا بنتعامل مع شريحه كبيره جدا من المجتمع المصري. لو حضرتك لو يحطوا السلايدز على الشاشه. اللي هي هنبدا نعرض السلايدز. اللي هو الهرم ده، شوف حضرتك هنا بنتعامل مع السن اللي هو من 5 ل 18 سنه اللي هو بيمثل الشريحه العريضه بتاعت مصر، ودول 18.5 مليون طالب. فمعدل النمو بتاعهم احنا عندنا معدل النمو دلوقتي في مصر زاد ووصل ل 4%.
فلما نيجي نخطط لسنوين سنوات طويله لازم نبقى عارفين معدل النمو النهارده كام، وهيبقى متوقع بعد سنه بعد ثلاث سنين كام، وبعد خمس سنين كام، وبعد ثمان سنين كام، لغايه ما نوصل ل 2030. ليه؟ لان مش هنعمل بقى حكايه ان احنا نعمل كوبري ينقل الازمه من هنا لهنا. لا. انت حضرتك بتفكر مع يعني بتنهي ازمه وبتفكر مع المستقبل كمان. مع المستقبل كمان. عشان ما نقولش احنا حلينا والله سنه 2017 وصلنا لكثافه 45، تيجي 2018 تبقى الكثافه ترجع تاني 120. يبقى تنتهي تماما المساله. لازم يبقى التخطيط شامل ومحطوط قدامنا، ولازم نبقى عارفين حجم المشكله، ولازم كلنا نتعاون فيها، عشان كده بنقول معا نستطيع. فعندنا معدل نمو زاد ب 4%، فلازم نعمل حسابه. وبعدين هنبتدي نشوف توزيع التلاميذ. احنا الصوره معانا على الشاشه. احنا لو جينا بنتكلم على احنا يعني اذا كنا بنتكلم ما قبل الابتدائي اللي هي الكيجيهات اللي هي رياض الاطفال يعني. كيجي 1 وكيجي 2. هتلاقي التعليم الحكومي بيشيل 70% من العدد ده. والتعليم الخاص بيشيل 21 او تقريبا 24%، والازهر شغال معانا برضو. فاحنا هنلاقي ان احنا دايما التعليم الحكومي جوه وزاره التربيه والتعليم، في اذا كان في الابتدائي الاعدادي الثانوي، هتلاقينا ان احنا دايما متراوح من 81-82% من الكم الكلي اللي موجود. احنا اللي بيشيل معانا الازهر وبيشيل معانا التعليم الخاص، بس احنا نمثل 85 يعني تقريبا حاجه و80% اللي هي الكتله الرئيسيه. الكتله الرئيسيه يعني. فاحنا عندنا العبء الاكبر يعني. لو جينا نتكلم على المرحلة الابتدائية والوضع الراهن اللي فيها والتطور اللي فيها، طبعا بما ان في معدل المواليد بيزيد، فمعدل اللي داخل عندي بيزيد. زي نفس الرسم. ايوه. تطور عدد المدارس، تطور عدد التلاميذ. ايوه. فبيبان طبعا انت لما تشوف بقى ان عدد التلاميذ عمال يزيد وعدد المدارس ما بيزيدش، فعشان كده الكثافة بتزيد. نضطر بقى نعمل الفترتين، ونضطر الفترتين بتخلي اليوم الدراسي قصير، فانت ما بتلحقش تدرس، الحصه تبقى مش عارف 25 دقيقه على ما الاستاذ يخش على 120 طالب. لا طبعا خلصت الحصه يعني، والدروس الخصوصيه تنتعش. طبعا. ده يعني عامل اساسي يعني، لان الولد مش هيلحق ياخد حاجات، فبيضطر يروح ياخد درس خصوصي. التطور بتاع المدارس باين قوي، ان هو كان في فتره من الفترات كده ان كان عدد المدارس قليل قوي، وكان بيرجعوا الفلوس وكان يعني يبقى عندهم فلوس ورجعوها في الموازنه. لكن احنا كل لا يعني الحكومه ما كانتش فقيره، كان في ناس كسلانه ما بتشتغلش. في بعض الاحيان. في بعض الاحيان. فيعني احنا مش هنتكلم على سنين عشان ما يبانش مين اسماء الناس دي. معروفه. اصلهم كانوا بيقعدوا بال 15 سنه وال 10 سنين يعني، فمعروفين. طبعا التعليم الثانوي مشكله كبيره جدا، لان التعليم الثانوي هو اللي بيفرغ ويودي على الجامعه. فطبعا وده الرسم التوضيحي للتعليم الثانوي. فده بيبين القيد الصافي والقيد الاجمالي. انا عايز يعني عشان نخش على الحاجات المهمه على طول، ان احنا هنيجي نتكلم ايه الهدف بتاعنا بقى، ان احنا عايزين مدرسه قريبه. على فكره عوامل التسرب كتيره جدا، من ضمنها بعد المدرسه. احنا عندنا طلبه بتمشي 12 كيلو عشان توصل المدرسه، واطفال في ابتدائي. طبعا. فيبقى مسألة 12 كيلو رايح 12 كيلو جاي، او يضطر يركب مواصلات بمبلغ كبير، وده عبء. فاول عنصر بعد المسافة. حضرتك بتفكر في المدرسة تبقى قريبة. فاحنا عايزين نقول بقى مدرسة قريبة. وعشان كده قلت لحضرتك مدرسة الفصل الواحد دي ممكن في القرى والنجوع نعمل مدرسة الفصل الواحد. وبدأنا فيها. يعني شغالين دلوقتي في سوهاج وفي اسيوط، لان دول احنا عندنا على فكره 1000 قريه محرومه تماما من المدارس في مصر. 1000 قريه ما فيهاش مدارس نهائي. وهم دول اللي بادين بيهم. 70% منهم في الصعيد و30% منهم في وجه بحري. وانت حضرتك اسعدتني دلوقتي ان قلت لي الصعيد اكتر. لان احنا نفسنا نركز على الصعيد. 70% يا فندم من شغلنا في الصعيد، ومهتمين جدا بالصعيد. ليه؟ لان هم يستاهلوا ان احنا نهتم بيهم، يتحملوا كتير كمان. الحاجه الثانيه ان احنا مهتمين بالمحافظات الحدوديه. برضو دول كانوا محرومين يعني. احنا حتى لما جينا نطبق مشروع التابلت عفوا خدت المحافظات الحدوديه كلها الاول. انا لاحظت حضرتك بدات من هناك. يعني مرسى مطروح، وادي الجديد، اسوان، بحر الاحمر،
جنوب سيناء شمال سيناء. محافظة اسكندرية زعلان مني يقول لي انا محافظة حدودية، قلت له لا بس العدد عندك كبير. حدودية مع البحر المتوسط يعني. فيعني فده هدف من اهدافنا ان احنا نعمل عشان نقلل الكثافة كمان. يعني احنا كمان قرب المسافة، اولا اول ما المسافة تقرب الناس مش هتخاف على اولادها. مش هتفكر في مصاريف الانتقال. وبقى كمان اللي بيطخ مسافة 12 كيلو ده هيروح يتعلم ازاي ده هلك. خصوصا انه هيمشيها يعني. وبيجي بقى في الشتاء طبعا حضرتك عارف في البلاد الدنيا بقى بتمطر. بتبقى بتتحول الى. ومع الحالة الامنية دي برضو الناس يخافوا على اولادها ويتخضوا عليهم، فاحنا بنهدف ان احنا نوصل لمدرسة قريبة. طيب ونعمل ايه كمان؟ المناهج. ودي اهم حاجة. طيب. النهارده المناهج غير جاذبه وبتعتمد على الحفظ والتلقين وفيها حشو وفيها تكرار، حتى الطباعه كمان بتاعتها طباعه سيئه. والطباعه سيئه صحيح، يمكن انا لحقت شويه الطباعه بعض الكتب عملناها طباعه كويسه، لكن احنا بنوعد ان شاء الله انها هتبقى طباعه كويسه. فهنعمل مناهج وانشطه. يعني برضو ما نيجي نقول ايه المدرسه الغير جاذبه دي، مع الطالب لما يروح ما يلاقيش غير التعليم وبس، لكن ما يلاقي انشطه هتبقى جاهزه. هو كان بيتبنى في الملاعب او الافنيه فصول. طبعا. فكانت انتهت مساله النشاط. احنا هنعمل انشطه رياضيه ثقافيه تعليميه. المدارس الكبيره اللي ممكن نعمل فيها مسرح والناس تعمل فيها ونعمل، يعني انا اتفقت خلي بالك يوم امبارح واحنا قبل حلف اليمين عملنا كذا اتفاقيه واحنا قاعدين يعني مع وزير الشباب، ده راجل رائع يعني. مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة ان احنا نعمل في الصيف انشطة ومسابقات. في المدارس وفي ال طب ايه الاتفاقية مثلا مع وزارة الشباب؟ يعني هنعمل ايه؟ هنعمل انشطة رياضية في مراكز الشباب. في مراكز الشباب وعندنا كمان. وفي المدارس. المدارس اللي فيها ملاعب. هنستفيد من مراكز الشباب، المدارس اللي ما فيهاش ملاعب يروحوا اقرب مركز شباب يلعبوا. ده كويس جدا ده. وهنعمل مسابقات وهنعمل دوريات. احنا عاملين مع وزاره الشباب كمان شغل كويس قوي اللي هي القوافل التعليميه. احنا دلوقتي 11 محافظه راحوا فيها المعلمين الشاطرين قوي بتوع البرامج التعليميه. بناخدهم ونوديهم كل محافظه يعملوا مراجعات للطلبه. بيقعدوا فتره في بيقعدوا يومين كاملين يراجعوا مع الطلبه، لما بيجوا ماشيين بيمسكوا فيهم بيبقوا عايزين يعني يموتوهم ان هم هيمشوا. وهنرجع نعملها تاني في الفصل الدراسي التاني ان شاء الله. هو ممكن تسجل مثلا على سيديهات؟ بتسجل على سيديهات بس مش كل واحد عنده فرصه ان يتفرج على الكمبيوتر، لكن برضه الاحتكاك والفيس تو فيس المباشر طبعا بيبقى المباشر ده والاسئله والاجوبه عامله شغل كويس قوي. وهم رايحين ان شاء الله الخميس الجاي الاهليه، رايحين المنصوره ان شاء الله. انا بشكرهم برضه المعلمين دول يعني متطوعين. معلم منهم ده يعني لو ادى حصه بالافات اللي هم انبغي الاساتذه يعني. احسن يعني الكريمه بتاعت الاساتذه. دول بيروحوا مجانا. بيروحوا مجانا متطوعين. دي المحافظه الدهليه المحافظه رقم 11. برضه ما كناش سامعين عندها. شغالين مع انا حضرتك احنا شغالين يعني احنا مش هنشتغل اعلام، انت عايزين تشتغلوا. اشتغلوا. حضرتك احنا مقصرين كده. احنا مقصرين. فده بالتعاون مع وزارة الشباب بتصرف على الانتقالات وتصرف على اقامتهم وزارة الشباب معانا، واحنا بنوفر المعلمين وهم يعني عاملين شغل رائع. على ان شاء الله يعني لما يرجعوا من الاهليه اعمل لهم بقى تكريم، ممكن بقى تصوروا بقى التكريم. يسعدنا جدا. لازم نديكم الاعداد بتاع الطلبه. على فكره من ضمن الشجاعه بتاعتهم انه راحوا شمال سيناء وقعدوا 3 ايام وما كانش هاممهم، وقالوا لو متنا نموت. لا ربنا يديهم طول العمر. ده انا بقول لحضرتك شوف يعني شوف الحلاوه بتاعتهم. لا كل الشعب المصري شعب مصر رائع كله عنده استعداد لده يعني الحمد لله. راح وقعد 3 ايام والمحافظ ما كانش عايز يسيبهم، قال لهم تيجوا تاني وعدوا انهم هيروحوا تاني. راحوا كرداسه واشتغلوا فيها. واستقبلوا برضه استقبال رائع. هم رايحين يفيدوا اولادهم. هم رايحين يعلموا اولادهم اذا كان من اي فصيل. دول رايحين يعلموا اولادهم. وده اللي انا بتمناه بقى من كل الناس، احنا بنعلم جميع الاولاد ولازم نعلمها صح. انا عايزين بس يعني عقله يبقى بيشتغل يعني. ما بنحطش بنصب في دماغه حاجه معينه او فكره ونحفظها له. لا احنا هنخليه يعني بص المناهج الجديده هتعلمهم التفكير والبحث والاعتماد على النفس وازاي يعلم نفسه كمان.
حاجة إن شاء الله يعني تليق بالشعب المصري. وخلي بالك إن إحنا اتفطمنا، مش هنعمل مسابقات ونجيب دور نشر، لا إحنا شغالين بالخبرة بتوع مركز المناهج من الوزارة. آه، وكمان نستعين بأساتذة وخبراء من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية وجميع الجامعات. يمكن مع الوزير في الموضوع ده يمكن هنفتح وهنتكلم فيه واحنا بنكمل الدراسة، بس حدي حضرتك فرصة تلتقط الأنفاس. أنا حاضر. واخد المسألة كلام يعني على طول. دلوقتي هنشوف رأي الناس في الجزء الثاني من العام الدراسي، أعتقد هيكون مع الوزير جاوب على حاجات كتير جدا إن ما كانتش كلها. نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. حوار مستمر مع معالي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم. أنا أعرف إن الناس بيقولوا الأطفال فرحانين بالأجازة، لكن أنا شايف الأطفال مش فرحانين، عايزين يروحوا المدرسة. وطبعا مقدر كمان المواطنة أختنا اللي بتقول البلد كلها خربانة والناس ما بتشتغلش، مع حق لأنها متضايقة، لكن إحنا بنحاول نقول إن في شغل وفي إنجاز، ومش بنقوله، عايزينك تبقى بتلمسه بإيديك. يمكن التقرير في حاجة حضرتك تحب تعلق عليها؟ لا، هو تقريبا إحنا ردينا على معظم الحاجات يعني. هو بس يمكن هو اللي قال ان مفيش اختصارات، لا في اختصارات. حضرتك وضحت ده. هو موجود على صفحه الوزاره، يقدر اللي يقدر يخش على. احنا ما رضيناش نبدا بده عشان ايه؟ ما نبداش بيه وحضرتك تيجي يقول لك يعني سيبنا البدايه من عند حضرتك. موجوده واحنا بعتناها لكل الادارات وكل المديريات وكل المدارس اتبعتت وبناكد عليها، وفي فيديو كونفرنس طبعا عشان الاستعداد لبدايه الدراسه. واي حاجه غير كده الناس تتصل 19151 بتجيلي. يعني انا بشتغل 20 ساعه، ده الخط شغال 24 ساعه. 24 ساعه وانا بيجيبوا لي الحاجات. حضرتك بتطلع عليه بنفسك؟ اه. طب في رسائل عبر الفيسبوك بعد اذن عليك وعلى الوزير. يعني مثلا عندي لما محمد بتقول السلام عليكم، احنا ابناء بورسعيد مسابقه 441 انا مش فاهمها. احنا مظلومين بعد سنتين من المسابقه مفيش نتيجه، واتضح كمان ان مفيش عجز اصلا على اساس ايه بتوضع المسابقات، وكاتبه تفاصيل. وبتقول ان معاليك صرحت مشكورا للمسؤولين عندهم بحل المشكله. هنعمل ايه بعد كده؟ وسؤال ليه ما يكونش في او فكره محمد سمير بيطرحها، نظام 6 شهور لمنع التكدس، يعني ابناء الجيل الواحد يتقسموا على نص سنه ونص سنه، ما اعرفش دي تبقى مش تربويه دي ازاي تتعمل، او حضرتك انت اللي عندك الاجابه. في ايمان الديب، يا ريت يقللوا المناهج عشان الطلبه يقدروا يستوعبوا اللي بيدرسوه. مع الوزير قال 30% حشو وده بيتشال. و بتطلب كمان الوزاره يا ريت تشدد العقوبات على المدرسين اللي بيأذوا ولادنا بدنيا. انا معاكي في دي جدا، ممنوع. واعتقد مع الوزير هيبقى ليه تعليق. ومعنويا وكذلك لابد من فرض عقوبه على الطالب او التلميذ المقصر اخلاقيا ودراسيا، معاكي جدا. وبتنهي بتفاؤله تصحه، وانا مبسوط قوي ان الناس يعني عايزه تعتصم بالتفاؤل. في واحد طبعا عشان اكون بقول كله، ايمن شمس، كيف يطالب المعلمون بكادر المعلمين او حد ادنى وهم بيشتغلوا شهرين على اقصى تقدير 4 شهور في السنه، وباقي السنه بيلعبوا كره في المدارس؟ انا ما اعرفش فين الملاعب اللي في المدارس دي. هل هناك خطه لتشغيل المدرسين في الاجازه الصيفيه، وليكن مثلا تشغيلهم في محو الاميه او الخدمه العامه، او اعطائهم دورات تدريبيه حقيقيه؟ وشكرا للوزير المحترم دكتور محمود ابو النصر. يعني هو ايه بينتقد اوضاع المدرسين لكن بيشعر بجهد الوزير. خالد الشيخ بيقول لي سياده الوزير اين الحد الادنى والاقصى اللي تم الاعلان عنه بنشر جداول المرتبات الخاصه بالمعلمين على ان يبدا التنفيذ من يناير، وبيقول انه مفيش حاجه تم تطبيقها. وفي هبه ممدوح بتقول فلان سياده الوزير بيقول الدراسه 9 اسابيع ازاي وهيكون في اجازه عيد الام وشم النسيم وانتخابات الرئاسه وعيد العمال ازاي؟ اكتفي بالجزء ده، واضح ان الناس مركزه كويس، عندهم اسئله افضل من اسئلتي كمان. يعني كويس، هو ضرب ممنوع، الاهانه ممنوعه من الطرفين. ايوه ده المهم، لان اللي بدانا نشوف طلبه بيضربوا الاستاذ، واحنا حازمين جدا. يعني كرامه المعلم من كرامتي، ولازم الطالب يحترم المعلم، واللي هيتجاوز الكلام ده يعني هيحاسب هيفصل. نفس الشيء مش ممنوع. مع الوزير بيقول كرامة المعلم من كرامتي، يعني دي مسألة يبقى الأستاذ عارف انه ضامن كرامته وضامن حقه. ف
فيبقى في نفس الوقت يخف ايديه. انا خطبت كمان وزير الداخليه ان ممنوع معلم يتقبض عليه في المدرسه. دي جديده. اه وهم عارفين كده اتنشرت يعني. المدرسين. اه وهو حتى ولو اخطا. اه. يعني ده ليه حرم. ده حرم المدرسه. انا بقول اهو كرامه المعلم من كرامتي. بس كمان لازم المعلم يبقى يعني يراعي ان الاولاد الصغار دول ابنائه. ولازم يتعامل معاهم كويس. مفيش حاجه اسمها ضرب. في طرق كثيره جدا للعقوبه غير الضرب. على فكره كان زمان مدرس بس ما يبص لنا بصه وحشه كانت دي عقوبه. لا احنا كنا بنخاف نمشي من جنبه في الشارع ان كان معليك. انا اتكعبلت مره بالعجله لما فيعني دي مساله كانت فيعني وبعدين احنا اللي نقدر نفرض نفسنا. المعلم اللي بيقدر يحترم نفسه هيخلي كل الناس تحترم. مش بالضرب ابدا. فلا ممنوع واللي هيضرب برضه هيبقى ليه عقوبه. انا لو حدث وتعرض طفل او تلميذ او طالب لحد الثانوي للضرب يبقى لا يعني هيبقى في عقوبه لان القانون يمنع هذا. طبعا المدارس هتشتغل في الصيف السنه دي؟ اه انا قلت لحضرتك هتشتغل انشطه اللي هي مع وزاره الشباب. هتشتغل في محو الاميه كمان هتشتغل في التدريب. تدريب المدرسين. لان احنا قلنا عندنا مقررات جديده ومناهج جديده. مش هسيبهم يخشوا كده، لا هيتدربوا عليها كويس قوي. يبقى اذا المدارس هتكون في حاله عمل في الصيف. وده على فكره لو هي احنا سبناها زي زمان كده تبقى مهجوره في الصيف ده مش كويس. فاحنا عندنا خطط للمدارس انها تشتغل، اولا ممكن في مدارس تشتغل خدمه مجتمعيه. تعمل دورات كمبيوتر، تعمل دورات تأهيلية، تعمل محو أمية، تعمل تنمية مهنية. ده طبعا المدارس الجاهزة، لكن المدارس المحتاجة صيانة أو لا طبعا مش هنقدر ندخل 48 مدرسة كلها في الخدمة في الصيف، لكن ودايما المشاريع لازم تبدأ بالتدريج. فيبقى في قطاع أو نموذج مثلا في كل مدينة في كل في كل قرية، في كل مدينة، في كل محافظة. ومن بعض المدارس يعني المدارس المؤهلة، لأن في مدارس بتخش صيانات وفي مدارس بتخش تأهيل كامل في الصيف. الصيانة محطوطة في اعتبار حضرتك، واضح انك مركز عليها طبعا جدا. طبعا يعني مش عايز تبقى بتبني مدارس جديدة وسايب المدارس القديمة مثلا أنا عندي 20,000 مدرسة عايزة صيانة كاملة. عشان كده قلت لحضرتك عملت حملة جدد فصلك واكتب اسمك. حملة جدد فصلك واكتب اسمك دي أنا شخصيا يعني اوعد حضرتك هتبناها كتير وهنتكلم عنها كتير دايما. هو رقم الحساب سهل قوي 70 70 70، ويمكن لما عرضوا عليا كذا رقم اخترت 70 70 70 لان انا بشتغل في 70 حاجه على التوازي. ده صحيح ده صحيح. هنيجي نتكلم بقى في الاستراتيجيه ان احنا مش هنستنى لما مش عارف نعمل المدارس وبعدين نقلل الكثافه وبعدين نعمل المناهج وبعدين نعمل تطوير التكنولوجيا. كله على التوازي. على التوازي، فاحنا اشتغلنا في تطوير التكنولوجيا. ده بقى في التابلت. وبدأنا في 6 انا معرفش طبعا 17 مليون تابلت تقريبا الرقم اللي عندي. لا احنا وزعنا 35,000 تابلت في الست محافظات دي. لكن يستهدف توصل 17 مليون؟ لا احنا هنستهدف المرحلة الثانوية فقط. الثانوية فقط. يعني هيوصل الرقم لقد 2 مليون ولا حاجة. 2 مليون. لأن احنا واخدين أولى ثانوي وأولى تعليم فني. طب الابتدائي دلوقتي بقى بيشتغلوا على الاجهزه دي؟ بيشتغلوا في الخاص، لكن احنا لا انا الابتدائي مهتم جدا انه لازم يكتب ويحسن خطه. انت حضرتك مش مهتم انك تشغله تكنولوجيا دلوقتي؟ هم هيلعبوا في الموبايلات والحاجات بتاعتهم، لكن انا عايز الطالب يكتب بايده ويقرا كويس. ويقرا كويس وبالتشكيل. وزي ما قلت لحضرتك عندنا 4.2 مليون طالب، والفصل الدراسي الثاني هيخش عليهم 4 مليون طالب كمان. فان شاء الله مع نهايه هذا العام الدراسي هيبقى عندنا 8 مليون واكتر يقرؤون ويكتبون. وده مهم جدا طبعا. هو ده اللي هنبني عليه بقى. في ثانوي التابلت حضرتك ثانوي كان في قريت بعض الشكاوى اللي بيقولوا بعد ما وزعوا التابلت لموه مننا تاني. حصل. ليه؟ احنا بنسلمه ببلاش، فلازم ولي الامر بس يكتب لنا تعهد عشان الطالب يحافظ عليه. ففصل واحد بس اللي كانوا مش مصدقين ان احنا هنعمل الحكايه دي فما كتبوش التعهد. فوزعناه وقلنا لهم هنلموا لما تجيبوا التعهد خدوه. تاني يوم جابوا التعهد لان صدقوا التابلت بقى موجود. بقى في ايديهم. جابوا التعهد. التعهدات طبعا. بياخدوه ببلاش وبيروحوا بيه وبيذاكروا بيه.
لكن انت حضرتك ما حرمتهمش انهم ياخدوه الا لما تجيبوا التعاون. لا انا وزعته عليهم واشتغلوا بيه. بس طبعا بما انه عهد على المدرسه لازم يبقى عندهم التعهد بس. وده حصلت في الوادي الجديد بس في كل المحافظات دي. انا قريتها بس ما كانتش واضحه بالشكل ده. انا سياده رئيس الجمهوريه سالني السؤال ده مباشره، انت رايح تتصور ووزعت التابلت وبعد ما مشيت لموه؟ قلت له لا يا فندم احنا لميناه فعلا لان ما قدموش التعهد باستلامه. وحضرتك اسال هتلاقيه توزع تاني يوم لما قدموا. هو فعلا انا اللي قريته كانت مكتوبه ولا تقربوا الصلاه. بس هنا في حته مهمه قوي، يعني معنى كده ان فخامه الرئيس عادل منصور بيقرا اللي متكتب في الجرايد وبيسال الوزراء. يعني دي برضه جديده علينا. لا لا يمكن حضرتك كشفت السر. ومهتم جدا بالتعليم. مركز مع حضرتك على طول. يعني احنا لما رحنا عرضنا ثلاث حاجات على فخامه الرئيس. عرضنا الخطه الاستراتيجيه، وعرضنا محو الاميه، وعرضنا مشروع القرائيه اللي هو اللي فيه 4.2 مليون طالب بيقروا يكتبوا. بس لسه ما عرفتوش التعليم الفني. التعليم الفني جوه الخطه الاستراتيجيه، هتشوف حضرتك دلوقتي. لا للخطه دي للتعليم القبل الجامعي بشقيه العام والفني. فاحنا كوادر بقى تدريسيه واداريه وتوجيهيه مدربه، احنا شغالين تدريب من اول يوم. انا بدرب الناس، مدير المديريات اتدربوا، وكلاء المديريات اتدربوا، مديرين العموم بيتدربوا دلوقتي، المعلمين بيتدربوا، رجعنا البعثات الخارجيه تاني مره اخرى اللي هو يسافروا بره، يسافروا بره يتدربوا في انجلترا وفي امريكا. انا النهارده كنت حاضر معاهم الاورينتيشن دي، استاذه دكتوره من جامعه في انجلترا مصريه، حاجه رائعه، جت علشان تعمل لهم يعني تعلمهم ازاي يروحوا وازاي يتعاملوا، يعرفوا طبيعه البلد اللي هيشتغلوا فيها. بس احيانا بيبقى يعني بالتاكيد التدريب ده لازم يبقى في اطار صارم، لان في عمليات اختراق بتتم. لا احنا اخترناهم اولا لمدارس، يعني كانوا بيستهدفوا بعض المدارس في مرحله سابقه. لا لا احنا عملنا اعلان. احنا شغالين بشفافيه، ويعني ما بقدرش، بزعل قوي لما احس ان في مجاملات واروح لاغي لو لقيت مجاملات. عملنا اعلان وبعدين تقدمت الناس اللي منطبق عليها الشروط، خدناهم عملنا لهم اختبار وكمان امتحان بتاع التويفل عشان نشوف نحدد مستوى اللغه بتاعهم. اول 38 هيطلعوا ان شاء الله اخر شهر 4. يعني في 38 مدرس مسافرين نهايه شهر 4 انجلترا للتدريب الخارجي. ده برضه خبر في موازنه السنه دي. طب مفيش ناس بقى هتروح مثلا، يعني حد ممكن يسال معالي انا بريطانيا اشمعنى؟ عشان اللغه. عشان اللغه الانجليزيه وفرنسا؟ يعني عدد المطلوبين في فرنسا يمكن بنقدر نضربنا في الثقافيه الفرنسيه، لكن احنا عندنا معظم الحاجات يا اما لغه انجليزيه يا اما تدريس باللغه الانجليزيه. اللي هو الرياضه والعلوم اللي بيدرسوها باللغه الانجليزيه في المدارس اللي هي اسمها تجريبيه دلوقتي. لو اورد على معاليك استضافه عدد من المدرسين من دوله ما، اي دوله يعني، لتدريبهم او لتنميه مهاراتهم او لانهم يطلعوا على نظام التعليم في هذه الدوله. اهلا وسهلا بيهم، بس اما نقف على رجلينا شويه. مش وقته. احنا عندنا ماشي انا في مشروع يعجب حضرتك قوي. في المانيا، في انجلترا، في فرنسا، في امريكا. بيطلعوا معاش وصحتهم كويسه. فانا عامل لهم نظام اللي هو المتطوعين، يعني ييجوا هوفر لهم الاقامه اللي هم هناك. اللي هم هناك هيجوا متطوعين. هو بياخد معاشه ومبسوط، بس مش حابب ان هو يقعد. حضرتك تستضيفه هنا؟ استضيفه هنا، ادي له الاقامه. يعني الاتفاق ان انا هدي لهم الاقامه ومفيش مرتبات، لان مش هقدر على مرتباتهم لان هم بياخدوا معاشات. يعني بس بتعملوا اقامه كامله فول بورد. اقامه كامله وانتقالات. هيدربوا لي المعلمين، وهيدربوا لي مدير المدارس، وهنشتغل معاهم كويس من المانيا ومن انجلترا ومن امريكا ومن فرنسا. ده حلو جدا، ممكن تلاقي اعداد كبيره فيدرسوا كمان. هيجوا، بس طبعا لسه هم متخوفين شويه. يعني لما يحصل استقرار ان شاء الله انا اعتقد ان هيجي لي اعداد كبيره. عايز اقول لحضرتك كمان عشان تعرف بقى ان ربنا بيسترها معانا، يعني احد المدارس الدوليه عندهم مبنى كبير جدا في التجمع عباره عن قاعات تدريب وشقق سكنيه. قالوا لي احنا هندهولك حق انتفاع 25 سنه، استغله زي ما انت عايز. بس اعتقد المدرسه دي تستحق نقول اسمها، اما بتبقى بتقدم ده للدوله. مدرسه الحياه الدوليه. الحياه الدوليه. يعني معلش انا بستاذن. لا لا يعني. انا بس كمني يعني ما اقدرش اقول اسماء لو حضرتك سمحت يبقى كده. لا بالعكس، يعني اللي بيقدم شيء زي ده للوطن لازم نقول. مدرسه السويدي. اصحاب السويدي اللي هم السويدي اللي بيقدموا كل الاعمال الخيريه العظيمه دي. ف
فيعني الناس من يعني من يعني يعني مش قادر يعني اوصفهم، عندهم يعني سماحه وحب لمصر. جم قالوا لي احنا عندنا المبنى ده ما بنستغلهوش، وقالوا لي كمان الفرش بتاعه في الكراتيب بتاعته كمان يعني بيديه للوزاره كامل. يعني يمكن باسم كل مواطن طبعا بيحب يشوف الايجابيات دي، والناس اللي بتدي دي لبلدها بنشكرهم جدا. مدارس الحياه السويدي يستحقوا كل الشكر وكل التقدير، وكل اللي يعمل عمل زي ده لازم نقول اسمه نبقى فخورين بيه. هم مش هيقدروا يدوه لنا ببلاش، لان هم اصلا واخدين الارض حق انتفاع، فعشان كده مش هيقدروا يعني عشان كده هيدوه لنا حق انتفاع ببلاش. هي هيها ما هو هيدوه لنا هنشتغل. المهم ان انتوا تشتغلوا بقى قدم حاجه للوطن يعني. فيعني بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه، شعب مصر كويس وعندك جد بتلاقيه، ولما يبقى مقتنع ان احنا فعلا محتاجين حاجه بيقف جنبنا. الشعب المصري عايز حد يثق فيه ويعرف يكلمه، يعني اشرح له ويثق فيك صح. يمشي وراك ان شاء الله. يا رب نكون عند حسن ظنهم، يا رب نكون عند ثقتهم ان شاء الله. وهم بيقدموا يعني عمالين يعني ان شاء الله يقدمه. الحمد لله. طبعا هنعمل منظومه اداريه مركزيه ولا مركزيه؟ احنا عندنا المركزيه ولا مركزيه فيها مشاكل، يعني لسه ما وصلناش النضوج الكامل ان اللامركزيه تشتغل تماما يعني تبقى ناجحه لوحدها كده. عندنا قصور شويه فبنضرب. فعايزين نعمل توازن بقى بين المركزيه ولا مركزيه، ده هدف من اهداف الاستراتيجيه بتاعتنا، اللي هو يبقى في مدير مديريه يقدر يمشي المديريه من غير ما يرجع للوزاره. تمام، ده هنوصل له ان شاء الله. بس احنا دلوقتي في المرحله اللي هي الثلاث سنين الاولانيه دي هنعمل توازن بين المركزيه ولا مركزيه، لغايه انا ان شاء الله لو مشيت الامور صح على 2017 هيبقى اللامركزيه ناجحه تماما. هي عماله تحقق نجاحات على فكره، من احسن الوزارات اللي بتطبق اللامركزيه وزاره التربيه والتعليم. يعني بيبقى مدير المديريه واخد صلاحيات انه يتصرف ياخد قرار. وبندربهم وبناهلهم، وعندنا اللي ماسك اللامركزيه راجل رائع استاذ ابراهيم، شغال كويس قوي وبيتعاون معاهم وبيبذل مجهود. ده معنى كده انهم عايزين قيادات شابه عشان تكون قادره انها تاخد القرار. احنا الحمد لله معظم اللي بيشتغلوا معانا شباب، يعني احنا عندنا يمكن مثلا صندوق دعم المشروعات ده اللي ماسكه شاب عنده 31 سنه من اروع ممكن الدكتور محمد عمر، يعني شاب عمره 31 سنه ماسك صندوق دعم المشروعات. معاه دكتوراه 31 سنه. ده لازم وعبقري. اعتقد هنستضيفه بسرعه لان انا بتفائل بده. ده لازم حضرتك لما تشوفه هتحبه اولا، وثانيا هتشوف العبقريه بتاعته وتشوف ادارته للصندوق عامله ازاي. ده تلميذي بقى اتخرج على ايدي. يعني حضرتك كنت بتدرس له. انا استاذ في كليه الهندسه جامعه عين شمس. طبعا عارف. ومسكت وظائف يعني كتيره لغايه نائب رئيس جامعه، فده من احد تلامذتي اللي اتخرجوا على ايدي، فانا عارفه وعارف امكانياته. وشغال. شغال يعني. اسال عليه استضيفه حتى. هنشوف خلاص يعني هو بقى ضيفنا يعني اظن الاستاذ هاني بدر الدين خلاص يعني حط في اجندته اكيد. انا عايز اخش بقى لحضرتك على الوضع الراهن، يعني لو السلايد يحطوها بتاعت الوضع الراهن، ان احنا ما عندناش اتاحه يعني ما فيش اماكن، عندنا كثافه عاليه، عندنا قيد منخفض في رياض الاطفال، وخلي بال حضرتك الدستور بقى يعني بيلزم بقى خلاص بيلزمنا برياض الاطفال وبيلزمنا للتعليم لغايه ثانوي، كان زمان التعليم الاساسي بس ابتدائي واعدادي، سنوات دلوقتي لغايه ثانويه عامه او الثانوي يعني اذا كان تعليم فني. وبعدين عندنا ضعف في الجوده والكفاءه والفعاليه، ده الوضع الحالي بتاعنا. ده صحيح. طيب وما بننكرش، ولو حضرتك سالتني قلت لي انت راضي عن التعليم هقول لك لا مش راضي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنسكت؟ لا هنشتغل. هنخش على حاجات معينه ان احنا هنعمل مدارس مجتمع في جميع القرى اللي هي المدارس الفصل الواحد، مش هنسيب قريه لما نحط فيها مدرسه، وبدانا على فكره. حضرتك بتتكلم عن حاجه مش لسه بتفكر فيها فندم ان شاء الله. انت حضرتك بتحب تتكلم على شيء انت اتحركت فيه. عايز اقول لحضرتك على شهر 7 هيبقى في 1000 مدرسه من مدارس الفصل الواحد، دول خلصانين. فصل واحد يعني فصل واحد؟ فصل واحد بياخد 40 طالب واثنين معلمين فقط. ويطلعوا مع بعض بقى، اولى هي همهم اولى، همهم ثانيه، همهم ثالثه. احنا اتربينا كده. يعني كان المدرسه بتقعد معانا 4 سنوات. فجايبين بقى 2 مدرسين عشان يقدروا يتفاعلوا معاهم ويتعاملوا معاهم. دي القرى النائيه مثلا زي حلايب زي شلاتين. لا ده حلايب وشلاتين ده احنا لسه يعني عملنا اسناد مباشر لست مدارس. حلايب وشلاتين دي ليها قصه كويسه قوي معانا، في مصنع عندنا بتاع بلاستيك هننقله في المدرسه الفنيه بتاعت حلايب وشلاتين. ليه مصنع بلاستيك؟
عملنا سيرفي كده لقينا حجم التجاره بيننا وبينهم معظمها بلاستيك بين بين مصر والسودان. طب ما قلنا نعمل بقى عندنا مصنع بلاستيك في ميت غمر واقف في مدرسه من المدارس الصناعيه ومصنع بتاع ماس برودكشن يعني، فهناخده ننقله نوديه حلايب وشلاتين يبقى شغلنا عماله هناك، وبنبني 6 مدارس اديناهم بالامر المباشر خلاص للقوات المسلحه هتبني لنا 6 مدارس هناك. يعني حضرتك حسيت ان المصنع ده مش شغال هنا فتاخده تشغله في مكان تاني وعليه طلب، ما هم على طول يعني وقريب كمان من السوق اللي هو هيبقى بيروح له، وعملنا تشغيل واهتمينا بالمنطقه دي شغلنا الناس. ده هيتنفذ امتى؟ ده ان شاء الله يعني مع بدايه الدراسه هيكون اتنقل وتركب واشتغل، يعني اتخذ القرارات بتاعته خلاص كل خلص. حتى حددنا الدكتور هاني منيب كان ماسك رئيس قطاع التعليم الفني قبليه، فهنكلفه لان هو فاهم القصه دي كويس قوي، واشكره طبعا ان هو وافق وقال لي انا متطوع وهعمل الشغلانه دي عشان خاطر مصر، هيروح يفك المصنع وهيروح يركبه وهيشغله. يعني ممكن نقدر نقول بعد كام شهر عده اشهر يكون المصنع ده اشتغل. هو بس كمني المسافه طويله يعني بالتاكيد عمليه النقل والفك والتركيب وكمان والتشغيل، لكن ان شاء الله يعني ممكن نقول على اول الصيف يشتغل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مش ساكتين يعني احنا لا ما واضح حضرتك يعني حضرتك واضح خبر كل دقيقه يعني. وبعدين هنعمل احنا التربيه الخاصه دي حاجه مهمه، عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه نوعين، الموهوبين والاخرين. فاحنا مهتمين بالاثنين، وعندنا مدارس، عندنا مدرستين مدارس يعني يا ريت حضرتك يمكن المعد كان بيتكلم معايا وانا داخل انا عايز يروح يصور فيهم، واحده منهم هنا وراكو هنا على الطريق الدائري اظن هنا في جنب سور نادي الزمالك. مدرسه العلوم والتكنولوجيا لبنين، وعندنا مدرسه تانية في المعادي علوم التكنولوجيا بنات. دول بقى بيطلعوا براءات اختراع ويعني حاجه بقى كده تفرح، يعني تروح تشوف مدرسه يعني الواحد لو عنده اولاد صغيرين هيتمنى ان يدخلهم فيها، عندهم عروض من امريكا ومن كل حته اللي هم بيدرسوا فيها. في مستوى الابتدائي ولا لا مستوى الثانوي؟ ثانوي. دول اوائل الاعداديه بيتقدموا لهذه المدرسه. الدكتور احمد جمال الدين موسى هو اللي كان بدا المدارس دي، المدرستين دول دي على غرار مدرسه الموهوبين في عين شمس زمان. دي المدرسه دي كان اسمها المتفوقين. المتفوقين بنطورها برضه دلوقتي. هي كانت قفلت. لا شغاله، بس طبعا المبنى بتاع الاقامه والاكل ده تهالك. بما انك سامح لي ان انا اقول اسماء ارجوك. المهندس محمد فريد خميس هيعمل مبنى تاني في المدرسه دي، مدرسه المتفوقين. مدرسه المتفوقين دي بدل المبنى المتهالك ده، وبعدين بنهده ونعمل مكانه مبنى تاني. الشكر طبعا يستحق المهندس محمد فريد خميس، وكل من يقدم اي شيء لابد ان نذكر اسمه ونحط 50 سطر كمان تحت اسمه، ونرجو ان الاخرين يشاركوا ونقول اسمائهم. فبنعمل بقى مدارس الدمج، لان احنا في دراسات طبعا انا بعتمد عليها ومع على زملائي ان اللي عنده نسبه ذكاء فوق ال 52% يعني نقدر نتعامل معاه وندخله في مدارس الدمج. في 1000 مدرسه دلوقتي بتجهز للدمج بالرمبات بالتجهيزات بالحمامات المخصوصه بمعلمين مجهزين يتعاملوا مع الحالات دي. احنا مش هنعمل حد في المجتمع خلاص، لا صعيد ولا ذوي احتياجات ولا اي حاجه، هنشتغل في كل الاتجاهات، والاستراتيجيه شامله الكلام ده كله. ان شاء الله على اخر الشهر ان شاء الله هنقدمها لمجلس الوزراء للاعتماد عشان المجلس الوزراء الحالي. الحالي. اخر الشهر ده ان شاء الله. فاضل لي بس عرضين في حتتين، يعني عايز برضو اوصل لكل الناس يعني. بعديها هناخد كل يعني بيجي لنا الفيدباك بقى من المناقشات، بنحلله، نشوف ايه المهم نحطه، يعني جالنا ملاحظات كويسه قوي مثلا على اكاديميه المعلم وبدانا نعدل في الاستراتيجيه. ايه اكاديميه المعلم؟ عندنا اكاديميه اسمها اكاديميه المعلم اللي هي بتاهل المعلمين للدرجات العلميه المختلفه عندنا وتساعدهم على الترقيه والتدريب. ففي ملاحظات عليها بدانا ناخدها في الاعتبار ونحطها في الاستراتيجيه. انا كنت في دبي في مؤتمر الصحه المدرسيه، يعني التربيه الرياضيه في المدرسيه عشان اسباب الصحه. فخدت كل اللي اتقال وجبته من المؤتمر ده وطرحته على اللجنه اللي بتعمل
الخطه الاستراتيجيه وهيبتدوا يدخلوا فقره لسه ما دخلتش يعني البرزنتيشن دي لسه ما دخلتش فيها لان انا رحت دبي حضرت السيشن الاولاني بتاع المؤتمر وبعدين طلبوني ارجع رجعت اللي هو كان عشان الحلف اليمني يعني وده بالتاكيد عشان اللي حضرتك فاتح فيه ده كله فليه بقى ان احنا هنعمل بقى التربيه الرياضيه دي مش للطلبه بس للطلبه والمعلمين بمعنى انه هتدربهم لازم المعلم يعمل حبه رياضه هو قال يعني ثبت علميا ان لازم اي بني ادم يعمل رياضه ولو بسيطه ساعتين ونص في الاسبوع ساعتين ونص بس في الاسبوع دي بقى بتحافظ على صحته وعلى الدمره الدمويه وعلى الضغط وعلى السكر طبعا ما عليك عارف ان دي قانون في الصين يعني يفرض على العامل والموظف والمدرس والمواطن انه لابد ان يمارس فاحنا يعني الحمد لله الملحوظه دي وبما انها منظمه الصحه العالميه اللي كانت عامله المؤتمر واحنا كنا حاضرين فيه فقلنا لا نستفيد احنا بنبدا من حيث انتهى الاخرون ليه هنقعد نجيبها من اول السطر يعني فهنحطها في الاستراتيجيه عندنا ده زائد الدمج زي ما قلت التغذيه بقى في المدارس يعني شوف كل الظروف اللي احنا فيها دي وقدرنا نعتمد 8 مليار جنيه من اول العام الدراسي القادم لتغذيه جميع الطلبه في المدارس 150 يوم سلم عليك مع الوزير ال 8 مليار دول هدر انا عارف ان في مجتمعات بتحتاج لده لكن تغذيه المدارس دي كانت الباب الملكي للفساد يعني بيتسرق فيها فلوس ما احنا قننناها بقى احنا قلنا ان احنا هنعملها مع المصانع بتاعت وزاره الزراعه مع الدوله دوله في دوله ما فيش بقى لا مناقصات ولا بسكويت ولا حاجه مقاولين وبتاع وحاجات لا لا يا فندم في 15 مصنع وزاره الزراعه عاملاهم بتعمل فطيره بطريقه كويسه قوي تم تعديل الوضع بتاعها وتم التسعير بتاعها دوله في دوله يبقى هنا يعني هامش الانحراف هنا هيبقى ضيق جدا وبعدين انت عارف حضرتك ان اليوم اللي بيبقى احنا عندنا وجبات مدرسيه يمكن احنا دعمنا ب 400 مليون الفصل الدراسي الثاني بس مش كل المحافظات ومش كل الطلبه بتاخد عارف حضرتك اليوم اللي بيبقى فيه وجبه مدرسيه نسبه الحضور بتصل الى 97% ياه هو مش في كل يوم طبعا انا مقدر فخلاص هنعملها بس هو المهم يعني اللي حضرتك قلت عليه اللي معليك قلت عليه ان انا اهتم كتير قوي بانها ما تكونش يتهدر منها مليار مليارين لا لا يا فندم ان شاء الله احنا بص يعني احنا متفقين انا وزير الزراعه ان هنعمل شغل كويس قوي في الوجبه المدرسيه طبقا للمواصفات اللي حطها في لجنه مشكله للحكايه دي مخصوص تحط مواصفات الوجبه فيها بروتين قد ايه وفيها سكريات قد ايه وفيها 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 لان برضو ده هيساعد الطالب على الفهم طبعا لما يبقى بتغذى كويس فاحنا بقى اولا ساعدناه على عدم التسرب ساعدناه على الفهم وغذيناه وحافظنا على صحته. فاحنا مهتمين بالموضوع ده كمان وشغالين فيه. كمان لازم نتكلم بقى دي حاجات علشان تعمل اتاحه. نبني مدارس ناكلهم نعمل مدارس الدمج عشان ذوي الاحتياجات الخاصه. نتكلم بقى في الجوده بقى. عشان نتكلم في الجوده يبقى احنا عندنا تدريب لجميع المعلمين والاداريين والموجهين. التدريب حاله مستمر. مستمرة ما ينفعش من غير تدريب يعني مفيش حاجة اسمها اتدرب وبعدين خلاص ينسى بقى خمس سنين لا ده اصل احنا التطوير هيبقى مستمر يعني مفيش حاجة اسمها احنا لازم نبقى دايناميك يعني متحركين يعني تأكيد مفيش حاجة احنا عارف حضرتك العالم كله بيطور مناهجه كل 3 سنين احنا كنا بنطورها كل 30 سنة تقريبا او بندمرها يعني هنخش بقى التعليم الفني انا كنت وانا ماسك التعليم الفني عملت فكرة مصنع في المدرسة ومدرسة في المصنع مصنع في المدرسة ومدرسة في المصنع. المصنع يعني في مصانع تعمل فيها مدرسة ايوه بقى اقل عدد اقل عدد من الفصول ممكن يتعمل في المصنع 3 فصول عشان اولى ثانيه ثالثه وصلنا يعني ايامها كانوا وصلنا لحوالي 19 مدرسة عملناهم جوه المصانع اكبرهم 1500 طالب عرفة جروب عملت مدرسة فيها 1500 طالب وبياخدوا مشغلهم بيشغلهم وكمان مبسوط حتى قال لك اللي مش هشتغل عنده اشتغل في مصنع تاني زي بعض فعشان كده عليها اقبال وبيتدربوا وبياخدوا زي وبياخدوا مرتب ده ايه عرفة جروب ده مصنع مصنع بيعمل ملابس جاهزه فهو خد عمل المدرسه ديت اكبر مدرسه اتعملت في النظام مدرسه جوه المصنع نبنى مدرسه بتاخد 1500 طالب
طب ما دي مبادره رائعه من رجل اعمال بيشتغل وعايز يبني بقى مدرسه علشان ابناء العاملين، لان هم بيجوا بيبقوا محتاسين باولادهم، فقال لك بدل ما يسيبوهم في بلادهم. بس ده راجل محترم قوي. عايز مهندس ابراهيم محلب في يعني قبل ما يبقى رئيس وزراء خصص لنا الارض كويس في العاشر من رمضان، في العاشر من رمضان عشان يبني مدرسه يخلي الابهات ولا الامهات اللي عندهم اولاد ومش عارفين يودوهم فين يجيبوهم معاهم، او ما يسيبوهمش في المدارس ويطلعوا بعد كده بعد ما يخلصوا المدرسه، لان عاده المصانع بتقعد لغايه الساعه 5، المدارس ما بتقعدش كده. عايز يبني مدرسه بحيث ان هم الاتوبيسات وهي جايبه اولياء الامور. دي متكرره ولا دي حاله واحده؟ دي لا، في حالات بس يعني ابرزهم هي الحاله بتاعت الحاله دي، لانها دكتور علاء عرفه طبعا هو بتاع رئيس مجلس اداره عرفه جروب، يعني حالات كتير. طب يعني احنا ما انا بقول علشان نحرض اخرين يعني انهم يعملوا نفس الشيء. الفكره دي كويسه قوي، بتساعدهم اولا، بتعمل انتماء للطالب مع المصنع اللي بيتعلم فيه، كمان حته ان هو بياخد زي، بياخد وجبه، بيتعلم، بيتدرب على خطوط انتاج، فبيبقى عنده انتماء يطلع عايز يشتغل. يعني ما بيفكرش في حاجه تانية غير ان هو يشتغل، وبعدين بيدوا مرتبات كويسه. طب ما خلاص يبقى ده ضامن الدراسه والعمل، يعني حاجه رائعه. بس احنا عندنا بقى 2.5 مليون طالب في التعليم الفني، فصعب قوي ان احنا نلاقي مراكز تدريب والتدريب المزدوج. فبدات افكر كمان في فكره ان انا اعمل مصنع جوه المدرسه. واول مصنع عملته على فكره مصنع تجميع التابلت ايام ما كنت في التعليم الفني. يعني المصنع ده حضرتك عاملينه من 3 سنين. انا اللي عامله. هديه من القوات المسلحه. القوات المسلحه ساهمت فيه. هديه. ادونا هديه، قالوا لنا جهزوا لنا المكان واحنا هنديكم المصنع. كانت مدرسه ايه دي؟ مدرسه في شبرا الخيمه. اللي بتجمع التابلت واللي بتصلح التابلتس، لان بعض الاعطال البسيطه دلوقتي. وهيهدونا كمان مصنعين. يعني القوات المسلحه هتهدي كمان مصنعين. هنعمل واحد في الصعيد في الاقصر وهنعمل واحد في بحري. يعني عموما انا وانا بسمع الاخبار دي يعني حضرتك بتضيف لي ولينا كلنا كاعلام تقصير شديد جدا. يعني هنعمل، بدانا خلاص تعقدنا على مصنع لتدوير الورق. احنا عندنا كميات ورق رهيبه. طبعا. وخطره. وجودها خطر وما نقدرش نتصرف فيها. فنعمل مصنع تدوير ورق. عندنا ما تقدرش تصرف فيها بالبيع. ليه؟ عهده. والله يعني مش بتتباع هي طبعا. بيعاد تدويرها في بعض مصانع الورق؟ بعض الحاجات، الاوراق الامتحانات والحاجات دي ممنوع بيعها، عشان يعني ممنوع تداولها يعني. فيبقى يتعمل مصنع ليها لتدوير الورق. هنعمل مصنع تدوير ورق وهنعمل مصنع تدوير اخشاب. عندنا كميات خشب فوق اسطح المدارس وجوه فصول ومش عارف ايه. فهنعمل مصنع تدور خشب، هنعمل مصنع. طب ده امتى ده برضه؟ 3 شهور من دلوقتي ان شاء الله. ايوه عشان الناس تبقى عارفه. لا لا لا، انا عندي مواعيد يعني. 3 شهور من دلوقتي هنبدا التركيب ان شاء الله. تركيب مصنع تدوير الورق والخشب. والخشب. عندنا كمان مصنع للخلايا الشمسيه. من ضمن الجولات اللي انا بعملها لقيت مدارس كتير قوي فيها كمبيوترز بس ما فيهاش كهرباء. الكهرباء مقطوعة ولا؟ لا، ما فيهاش كهرباء خالص، هي بعيدة عن مصدر الكهرباء يعني. وفيها أجهزة كمبيوتر ليه بقى؟ طب هي لازم حسب الشغل يعني. يعني اللي هو إيه، المدرسة دي لها حصة كمبيوتر تروح. بس ويقول لهم ما عندناش كهرباء. بيروح الكمبيوتر. وفي مدارس طبعا ما فيهاش كمبيوترز بس ما فيهاش كهرباء كمان يعني. فبدأت أفكر إيه أنا كمهندس بقى، طب ما نجيب خلايا شمسية ونعمل لها إضاءة. طب انا هروح اشتري، طب ما عندي المدرسه التعليم الفني لو هي عملت الخلايا الشمسيه دي وجمعتها حتى على الاقل في الاول اتعلمه واستفدت الحاجه بتاعتي ركبتها في المدارس دي. ودي برضو هتتم قريب يعني، هتطلع توقيت زمني. دي هتاخد وقت شويه علشان مصنعها يعني الخلايا والحاجات دي محتاج وقت. هتاخد 6 شهور تقريبا. كويس، يعني 6 شهور. طبعا محافظ اسكندريه بقى جميل ومهندس هو على فكره، وهو مؤمن بالحكايه دي من الوقت الجديد. عمل 10 مدارس بتبرع من ناس تشتغل بالطاقه الشمسيه. وهو اصله كان مركز فيها قوي ايام الواد الجديد. وانا رحت افتتحت مدرستين معاه من اللي اتعمل. شغاله فعلا؟ شغاله يا فندم. الكهرباء من الطاقه الشمسيه. بيدي الشبكه كمان وياخد من الشبكه. طب ده شيء رائع. وهنعمل كمان مصنع يعني للمبات الموفره.
اللي هي الليد مش اللمبات الزئبقية اللي هي الليد بقى، لان موفرة اكتر من الزئبقية. الزئبقية اتمنعت عالميا خلاص، لان لما بتتكسر بتبقى خطرة جدا، ده بتنفجر. بتنفجر، وبعدين الزئبق اللي فيها ضار جدا للانسان. فدلوقتي في اختراع جديد اسمه اللي هي لمبات الليد، اللي هي رفيعة قوي دي، الاضاءة بتاعتها قوية، موفرة كمان على اللمبات الزئبقية. طب الوزارة تعمل مصنع ليه؟ علشان عندنا 48,000 مدرسة عايزة لمبات، فبدل ما بتشتريها بمناقصات و يبقى نعمل مصنع. وهرشد الاستهلاك، هساعد في الدولة ان انا ارشد استهلاك الكهرباء. يبقى كسبت 3 مرات وبيع. طيب يبقى دي المرة الرابعة، المكسب الرابع يعني، مش ربح المرة واحدة. فهي دي الافكار بتاع التعليم الفني. يبقى انا دربت الطلبة، وفرت اللمبات اللي انا محتاجها، كمان وفرت الاستهلاك بتاع الكهرباء بتاع كدولة بقى. ما احنا عندنا 48,000 هيخش لنا في خلال 3 سنين 10,000 مدرسة، يبقى 58,000 مدرسة. الحاجة التانية ان احنا ممكن اللي يزيد عن احتياجاتنا نبيعه في السوق، وندي دخل للمدرسة ودخل للطلبة ودخل للمعلمين. طبعا عندنا بقى عناصر تكنولوجيا، تعليم متعلم بكل مدرسة، مناهج بقى للعلوم والرياضيات لكل المراحل. واحنا جبنا شفنا العالم شغال ازاي، لقينا ان سنغافوره من احسن بلاد العالم في الرياضه والعلوم. وماليزيا وفنلندا. شفنا الشغل بتاعهم. هم مش على فكره اللي هم بيشتغلوا عليه رائع وابسط من الكلاكيع بتاعتنا كمان. ليه؟ لانها منظمه ومعروفه ومرتبه، وعارف هو هيوصل فين. اصل احنا حطينا مواصفات الخريج، يعني قلنا هخرج تلميذ او طالب بمواصفات الاتيه، ورحنا نازلين لتحت بقى. مع الوزير التليفونات كتير جدا والرسائل كتير جدا، فانا بستاذن حضرتك ناخد حتى على الاقل 2-3 مكالمات، وبعتذر لكل الساده اللي بيتصلوا، لان مع الوزير لاول مره بيشرح الخطه دي او بيقول ببص على المستقبل ده، بعد ما جاوب طبعا على اسئله الساعه. معايا الاستاذ محمد في الفيوم. معاك استاذ محمد ساوي في فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. استضفت لحضرتك، انا بنشكرك على استضافتك لسياده الوزير، واحنا يعني ده انا اللي بشكره على وقته يعني معانا انا. يا فندم، بالنسبه لقطاع التعليم الفني، هو قطاع كبير في الجمهوريه، وفي جيش جرار من الايه من الـ من العماله الموجوده، سواء ما هو معالي الوزير مش عارف انت كنت معانا في الربع ساعه اللي فاتت دي ولا لا. انا متابع حضرتك الحلقه من اولها، وانا كنت بتكلم في بخصوص موضوع ايه مشروع جديد من جدد فصلك واكتب اسمك. ايوه ده كان البدايه. ده كويس، لكن في التعليم الفني مع الوزير عمال بيشرح بقاله بتاع ربع ساعه. انا بصراحه انا قاعد مستمتع بالحوار من ساعه سياده الوزير ما بدا، لان احنا بصراحه كقطاع مدرسين اول مره، مش كلام بس يا باشا، اول مره. طب ايه الفكره اللي عندك يا استاذ محمد؟ تمام، هدخل لك في الموضوع على طول. يا فندم، دكتور محمود عنده طرح جديد، راجل شمولي بمعنى كلمه، يعني ايه واخد الايه الشمولي دي تبقى راح ناحيه شيوعي شويه يعني مش كده. لا ما اقصدش يا باشا، لا ما اقصدش، اقول راجل يعني ايه الرؤيه شامله يعني، حضرتك تقصدها. شامل. شامل. بيتكلم بفكر عالي جدا، وبما انه كان دكتور في كليه الهندسه، فيعني هتكلم بخصوص الموضوع ده عموما يعني. اتفضل. احنا عندنا فندم في قطاع التعليم الفني، عندنا عماله تعتبر مدربه. استاذ انا ارجوك بس ايه اختصر، عايزين كذا شوط. يعني قول احنا عايزين كذا، عشان في تليفونات تانية. بالظبط كده. بالنسبه لمشروع ابني جدد فصلك واكتب اسمك، او اي مشروع خاص بالمدارس الصناعيه، المدارس عموما، كويس، كذا قطاع يقدر يقوم بالموضوع كله في ان القطاعات دي ممكن يشتغلها المدارس الفنيه الصناعيه في التجديد، ودي هتوفر لنا. وصلت والله، فكره حلوه جدا، انا مبسوط منها. وعلى فكره سياده الوزير مبسوط جدا من فكرتك يا استاذ محمد، اذا كنت بالتربيه والتعليم يعني. استاذ سناء القاهره، يعني استاذ سناء، استاذ سناء. طب الاستاذ يحيى الجيزة، الاثنين مش معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم بس معالي الوزير؟ معالي الوزير مع حضرتك. اتفضل. شكرا يا فندم. احنا اهالي صفصف اللبن،
لنا مشكلة كبيرة في التعليم، اللي هي الكثافة العددية في الصفوف تتراوح ما بين 120 و140. المشكلة دي احنا وجدنا ليها حل، اللي هي قطعة أرض خلف مدرسة الشروق صف اللبن، بس هذه الأرض تابعة للإسكان. ففي ظل التعاون بين الوزارات اللي بينادي به فخامة رئيس الجمهورية، يا ريت تتعاون الوزارتين مع بعض، وزارة الإسكان تتنازل عن قطعة الأرض دي اللي هي خلف مدرسة الشروق، والأبنية تاخدها تبني لنا بيها مجمع مدارس. محتاجين مدرسة ابتدائي، محتاجين مدرسة إعدادي، ما عندناش مدارس ثانوي نهائي في صفة اللبن، ثانوي عام ولا ثانوي ثاني. نمرته في الكنترول ممكن. صفة اللبن عددها كبير، تتجاوز المليون دلوقتي. صفة اللبن اللي هي تبعد عن جامعة القاهرة حوالي 3 كيلو بالكتير قوي. ما تجي، لا ده بتاع كيلو ونص او 2 كيلو تقريبا. ما عارفها كويس يعني. ناشد معالي وزير الاسكان ومعالي وزير التربيه والتعليم. طب معالي الوزير على طول دلوقتي بيقول لحضرتك سيب رقم تليفونك دلوقتي في الكنترول، لانه واضح ان معالي الوزير التفاصيل بتاعتها هيتواصل معاك وهيعرف التفاصيل. استاذ هاني كمان بلغني ان النمره وصلت. سناء القاهره. استاذ سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اتكلم مع سياده الوزير. ايه يا سناء، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه طالبه في اولى اعدادي. وفي اولى اعدادي وسهرانه لحد دلوقتي عشان تشوفي معالي الوزير؟ ايوه طبعا. طب معاكي معالي الوزير، اتفضلي يا سناء. اتفضلي يا سناء. انا حضرتك طالبه في اولى اعدادي، انا كنت طالعه من اوائل الاداره بتاعتنا في سنه في الابتدائيه، وناجحه بمجموع 299 من 300. دي مدرسة ايه وادارة ايه؟ دلوقتي حضرتك سناء استني، مدرسة ايه؟ نعم. انت مدرسة ايه يا سناء؟ انا مدرسة الزاوية الحمراء بنات من ادارة الشرابات التعليمية. كويس، اتفضلي يا سناء، اتفضلي كملي. المفروض انا طالعة الأولى على المدرسة بتاعتي. قالوا لنا ان اللي بيطلع الأول المفروض ياخد لابتوب، وهما وعدونا بكده واحنا حاسين نفسنا بكده، مفروض بياخد ايه يا سناء؟ المفروض ناخده امتى؟ ناخده ايه؟ هتاخده ايه؟ وعدوكوا تاخده ايه؟ نعم؟ لابتوب. وعدوكي تاخدي ايه؟ لابتوب. لابتوب. بس انت بتقوليها بسرعة قوي يا سناء. هم اوائل الثانوية عامة بس اللي بياخدوا لابتوب، لكن يعني عشان خاطر حضرتك خليها تيجي نديها لابتوب. سناء هو معالي الوزير قال لك دلوقتي اوائل الثانوية العامة بس. يعني. لكن عشان انت اتصلتي معانا في البرنامج دلوقتي، فمعالي الوزير هيديكي اللابتوب ومن على حسابه هو كمان. ايه رايك يا سناء؟ امتى ان شاء الله؟ نعم؟ امتى؟ هتاخدي اللابتوب امتى؟ خليها تسيب نمرتها هتسيبي هناخد نمرة تليفونك، وهيبقى في اتصال بيكي، وهتروحي تسلمي على معالي الوزير ويديكي اللابتوب. أو تابلت. أو تابلت. وبعدين انا كمان هستضيفك وهنديك هديه، ايه رايك؟ يعني احنا هنبقى متشكرين جدا، وان شاء الله نشوفك عالمه كبيره. لا هنستضيفها، انا عايز اقعد معاها هنا في الاستوديو سناء، لانها منظمه جدا. طب اعتذر بقى للمكالمات الاخرى عشان معالي الوزير، يعني احنا طولنا. انا عندي رسائل كمان كتير، مش على الفيسبوك بس، ده على الاس ام اس. فانا يعني لو اذنت لي معاليك اتفضل، لان لو قريت هقرا كتير، فانا هاخدهم وهديهم لمعاليك. قوي قوي يعني، بس عايز فضل لي سلايد واحده مهمه قوي. اللي هي يعني كل الناس يقول لك بقى انت بتعمل استراتيجيه وانت ماشي بعد شهرين، طب هتمولها منين؟ طب ما دي برضو فعندي الاجابه. الناس اللي عندها قلب اسود دي يعني انا بحبهم بصراحه. طب دي شغلتنا. فعايز اقول لحضرتك ان دي مش استراتيجيه محمود، دي استراتيجيه الشعب المصري، واللي عملوها ناس جميع اطياف المجتمع والفريق اللي موجود في الوزاره على اروع ما يمكن، وناس من الوزاره، فهم اللي حافظوا عليها. المجتمع المصري اللي حافظ عليها واستمرارها، والناس اللي عملوها هم من الوزاره مع كل الاخرين، هم اللي حافظوا عليها. طبعا نمولها ازاي؟ ودي حاجه من الحاجات المهمه قوي. عندنا ثلاث حاجات هنمول بيها. اولا الموازنه اللي بتجيلنا. ثانيا هنعمل ترشيد للاستهلاك. استهلاك ايه بقى؟ استهلاك كل حاجه. ما احنا لما نوفر الورق ونوفر اللمبات وهنوفر يعني انت معاليك المصانع ده ترشيد استهلاك. كمان احنا هنبتدي نعمل تنميه موارد. دي ملامح سيناريو رقم لا هي السلايد اللي بعد كده.
تنمية الموارد؟ تنمية موارد، تنمية موارد. احنا عندنا مدينة تعليمية جنبكم هنا فيها فندق 600 غرفة مش شغال، هنشغله. دي حاجة مهمة جدا. فيها كام فندق؟ ها؟ فيها كام؟ 600 غرفة. بتعمل ايه دي؟ ولا حاجة. 600 غرفة مبنية. يعني انفق عليها ملايين. طبعا. ما بتعملش حاجة خالص؟ يعني لما بيجي وفد، لما بيجي حاجة، لما بيجي دورة تدريبية، لكن بنعمل لها نظام بقى تشتغل كويس وتجيب دخل. عندنا ليتل ايجيبت، عندنا في المدرسة اللي هي بتاعت المتفوقين بنين دي، في مصر المصغرة من أول البحر المتوسط وقلعة قايتباي 1-8 لغاية السد العالي. ده والنيل، متحف يعني. والنيل والبحر الأحمر. الناس ممكن نعمل رحلات ليها تجيب دخل كويس قوي. ده لو جم يعني تلامذة الصعيد يجوا يتفرجوا على دي ويقعدوا هنا في الأبنية التعليمية. فيبقى شيء هايل. ورحلة نيلية وركوب خيل وباجز. حاجة يعني، يعني أنا بدعو حضرتك على حسابي. لا أنا هروح أزورها أنا. أنا على حسابي أنا. لا معلش أنا يعني عامل لك تخفيض طيب. لا على الأقل أنا عايز أدفع، عايز أشارك. يعني ده هي الرحلة للفرد ب 100 جنيه يوم كامل، بتفرج على مصر كلها. هنعمل لحضرتك. منين؟ من بتبدأ منين الرحلة؟ هي كل الكلام ده على 195 فدان هنا موجودين في 6 اكتوبر. ورقوا على طول ورا مدينه الانتاج. بتبدا من زي ما قلنا من البحر المتوسط، كل حاجه مصغره. يعني قلعه قايتباي معموله سكيل 1-8، الاهرامات معموله سكيل 1-8 صغيره التمن يعني، وابو الهول وكل المعابد بالنقوش بتاعتها بكل حاجه لغايه السد العالي نفسه موجود. هو انا اللي عندي نقص معرفه ولا الحاجات دي موجوده والناس كلها مش عارفاها؟ لا في الحاجات دي موجوده والناس مش عارفاها. فاحنا ممكن يكون الاعلام عندنا ضعيف شويه عندنا يعني في الوزاره. في حاجات يعني بدانا نشغلها يعني، بس لسه ما اشتغلتش بالقدر الكافي زي ليتل ايجيبت دي. احنا بنعمل فيها حاجه كمان جميله قوي، احنا عندنا قناه السويس. الناس الصغيره اللي ما تعرفش يعني ايه حرب اكتوبر، هنعمل شو لايف للعبور وجزء من خط بارليف. ده فين؟ مرتين في الاسبوع في نفس المدينه دي. برضه في ليتل ايجيبت. شغالين فيه دلوقتي. ان شاء الله هيبقى جاهز، بس ليتل ايجيبت كلها جاهزه للزيارات. وضع حضرتك وفريق الاعداد هنروحها. هنروح تخفيض 25%. طيب هنروحها فورا يعني. هنروحها فورا. ويا ريت يعني وانتوا بتزوروها صوروها ساعدونا. طبعا هنروح عشان يعني نتفرج ونصور. وزعوها ويعني فرصه ان انتوا تساعدونا عشان يبقى معنا النص. لا احنا مع حضرتك بالتاكيد. بحيث ان الناس تشوفها، المدارس الدوليه تشوفها، المدارس الخاصه تشوفها، المدارس الحكوميه تشوفها، يعملوا رحلات ليها. انا سهرت حضرتك كتير جدا. انا تحت امرك. الله يخليك. بس في سؤال واحد يمكن ربما بعض الزملاء من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفيه محملين لي بيه، اللي هو مسألة طباعة الكتب. واحد الموضوع ده خلص، كلهم هياخدوا شغل يعني. لسه النهارده المقترح متقدم لي. يعني خلص حكاية الإخواني اللي واخد ال لا يا فندم احنا أنت ما بتعديش على عليك الحكاية دي. النهارده كان متقدم لي مقترحين، دورت على والاثنين قانونيين، فأنا أخدت الاقتراح اللي يخلي كل المؤسسات الصحفية تاخد الفول كاباستي بتاعتها. إن كل المؤسسات الصحفية تاخد الطاقة الكاملة بتاعتها. كل الناس هتاخد شغل وكل الناس هتشتغل كويس قوي. بقول لحضرتك كل النهار. المؤسسات الصحفيه هتاخد الطاقه الكامله. ده خبر جديد تماما النهارده، واعتقد هيسعدهم جدا. هم كان اصول ان انا كنت اقابلهم النهارده، بس تعرف حضرتك كان هنحلف اليمين امبارح ولا النهارده، وانا ما بحبش ادي ميعاد واخلفه. حضرتك عليك دقيق جدا في المسائل دي. فقلت يعني المكتب عندي، قلت لهم لا اعتذروا، انا ما بحبش حد يجي يقول لهم معلش اصله ما جاش. لا ف بس حلفنا اليمين النهارده، فرحت اشتغلت طبعا طول النهار. النهارده مش هاجي لحياتي غير مره كل 6 شهور يا فندم، بس يعني مش هتقل على حياتي غير مره كده. انا جيت حتى بالشغل على هنا يعني. بس النهارده اتعرض عليا المقترحين، واخترت المقترح اللي هيخليهم يشتغلوا بكامل طاقتهم. احنا بنشكر معاليك المرحله الثانيه بقى من مواجهه مساله الاخوانه في جملتين بس، مش عايز تفاصيل. بقول ربنا يهديهم، لكن انا عيني عليهم يعني، انا مش هقدر اتخلص منهم كلهم في الوزاره. قيادات لا، ما فيش قيادات اخوان، لكن في المحبين والمقربين وال انا بقول لهم احنا وزاره التربيه والتعليم بنعلم جميع، بنعلم المسلم والمسيحي واي حد، وبنهتم بيهم كلهم.
ولازم نعلمهم بطريقة واحدة وطريقة محترمة، ومش هنحط في دماغ حد أي أفكار غير الأفكار الصحيحة. هنعلم أولادنا إزاي يفكروا كويس ويختاروا اللي هم عايزينه بس بره سور المدرسة. معالي الوزير محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنا بشكر حضرتك، أثقلت عليك كتير لكن بشكر حضرتك. بشكر معالي الوزير يمكن هو بيطرح رؤيته لمستقبل التعليم في مصر، واضح إن المسألة مدروسة عنده، واضح إن في عمل كبير جدا في هدوء ده عكس ما كنا نعيشه من قبل مؤتمرات صاخبة ولا تنتج شيئا. الشاهد الوحيد على حالة التربية والتعليم هي الهدوء الشديد اللي في وزارة التربية والتعليم، ربما بيميزها عن ما عداها من الوزارات، كل الوزارات الحمد لله كويسة، لكن دي وزارة هادية وكانت الأكثر ألما ومشاكل وتعقيدات. معالي الوزير واضح إن عينه على الصعيد والمحافظات الحدودية، مسألة الفقراء تحديدا مهمة جدا، التعليم الفني محو الأمية، بيشتغل على التوازي في كافة الاتجاهات، وده النوعية الوزير اللي مصر محتاجاه. كانت من 25 يناير الحمد لله ربنا عوضنا في بعد 30 يونيو. أتمنى أن تكون أسئلتكم كلها اتجاوب عليها، وحتى آخر سؤال بالنسبة للمطابع ومسألة طباعة الكتاب المدرسي، وبنتمنى مع الوزير بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى الحكومة كلها أنها تكون على نفس المستوى فيها، وزراء طبعا رائعين. بشكركم واشكر معالي الوزير، ومتواصلين مع بعض بقى عشان نقرا عناوين صحف الصباح في الجورنال واحنا الشعب.